السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير جميعا. Hello everyone, good morning. Thank you for having you today for the final session of FIFA World Cup Qatar 2021 Marathon. شكرا لكم جميعا على تلبيتكم الدعوة لحضور الجلسة النهائية لماراثون قطر لكأس العالم FIFA 2022. معنا اليوم إن شاء الله الدكتور سركيس فدعوس، رئيس الاتحاد العربي للمساحة ونقيب المهندسين الطبوغرافيين المجهزين في لبنان، وعميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الكندية وخبير دولي لدى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. دكتور سركيس فدعوس، إذا كان في الحضور في الاستماع أكد لي بس، هنجرب الصوت معك. سيادة النقيب، أوكي، سوري، المعذرة فريق الزملاء في بيروت، نعتذر لأن الإعدادات الزوم لازم نعطيكم برميشن عشان تقدروا تفتحوا الصوت. آسف جدا، نحن نعدل الإعدادات الآن. حنخلي السيدة نورما دندش والسيد سركيس فدعوس as a co-host عشان تقدروا تفتحوا الصوت. لحظة، حاول جرب الآن ترى بروفيسور سركيس. صباح الخير. صباح النور. يعني صرنا اليوم اللي نشوفكم صوت وصورة. يا سيدي أهلا وسهلا بك، مرحبتين. أهلا فيك. فينا نبشر نحن بحديثه وبعد بدك تحكي شيء قبل يا أستاذ الدكتور عبد الرحمن؟ لو بعد إذن حضرتك دقيقة واحدة فقط عشان نرتب مع باقي الزملاء اللي عندهم أوكي المشاركات عشان نتأكد منهم. So welcome everyone. Thank you for joining us today for FIFA World Cup 2021 Marathon organized by OpenStreetMap Arabia in cooperation with OpenStreetMap Africa, TomTom, Smart City Institute, and many other domain leaders in field of spatial and location intelligence. So Jeffrey, can you test your, so I just like to make you as a co-host, please accept that. Yes, good morning everyone. Thanks for joining the Mapathon. Hope you can hear me well. Yeah, good. بروفيسور سركيس، الدكتور محمد المري، هل تواصلت معه ولا؟ ايه تواصلت معه، قلت له هلا فورا يمكن عم بيح حيدخل معنا. تمام، وحياتك، لما اول ما يدخل اعطينا خبر عشان نخلوه كوهوستي باش يقدر يتكلم. So, أخي عمر سليم، نتوكل على الله نبدو إن شاء الله البرنامج. تمام يا دكتور، مع حضرتك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نتوكل على الله. اليوم نبدأ في الجلسة النهائية الختامية لماراثون قطر فيفا 2022 لكأس العالم. هذا الماراثون طبعا هو عمل فني تقني هندسي مرتبط بحدث عالمي وهو كأس العالم، ويأتي في سياق العمل الجيوتطوعي وشبيه جدا بفكرة أطباء بلا حدود، ولكن احنا قلنا نشتغل وكأننا مهندسين بلا حدود، نشتغل بطريقة سمارت، طريقة ذكية عن بعد، عشان ننجز جزء من بنية التحتية الرقمية واللي تدعم خريطة أساس اللي تستعملها الكثير من التطبيقات في النقل والمواصلات وإدارة المدن وخدمات التوصيل وغيرها من الخدمات المكانية اللي تعتمد على التحليل الزماني والمكاني، واللي تدعم تطبيقات الويب والويب سيرفيسز للوكيشن انتليجنس. الآن حيكون اليوم معنا مجموعة المبادرين اللي قاموا بتنفيذ هذا المشروع واللي كان برعاية الاتحاد العربي للمساحة منذ سنتين، وإحنا وصلنا كان تتويج أو ثمار أو قطاف ثمار هذه المبادرة اللي بدناها من سنتين، كانت هي ماراثون قطر. ولكن العمل بدأ من سنتين فاتت في تأسيس أوبن ستريت ماب أريبيا واللي تبناها كمشروع أو كأحد مشاريع الاتحاد العربي للمساحة. وهذا شرفنا اليوم يكون معنا سيادة النقيب دكتور سركيس فدعوس رئيس الاتحاد العربي للمساحة، ونقيب المهندسين الطبوغرافيين المجازين في لبنان، وهو عميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الكندية، وخبير دولي في لدى جامعة الدول العربية ضمن برنامج الأمم المتحدة لإطار متكامل إدارة البيانات المكانية. Thank you, Dr. Sarkis Fadous. And تقدر الآن تبدأ حضرتك على بركة الله افتتاح هذا البرنامج إن شاء الله. The stairs yours. دكتور سركيس، دكتور سركيس يبدو أنه عنده مشكلة في الصوت. نورما، مهندسة نورما، شفيت الصوت أبدا؟ أوكي، الآن ما سمعناش شيء، يعني لو تتكرم تتعاود من البداية. يلا هعيد الكلام. رجعنا لكم، عم نرجع لكم صباح الخير للجميع، صباح الخير بحييكم فردا لكل الزملاء يلي هن موجودين معنا اليوم، ونحن هيدا مشكورين لاهتمامهم بأي عمل مهني ممكن أنه نتعاون عليه فيما بعد الزملاء والأخصائيين، كان في من خلال الاتحاد العربي وباقي الدول المشاركة معنا. انطلاعا من هون بريد أني أقدم يعني تهنئة للدكتور عبد الرحمن على النشاط اللي هو عم بيقوم فيه. بصراحة يعني أنا ماني من الناس اللي بيجاملوا، بس يعني ترحيبي وتهنئتي لك يا دكتور عبد الرحمن على كل الأعمال اللي عم بتقوم فيها. وللسبب هذا تركت لأنه الاتحاد يكون مظلة لك ولكل شخص من الأخوة العرب بيقوموا بأي نشاط علمي ومهني، وهذا شيء بيشرفنا يعني. من هون بتمنى أن من كل الزملاء بالدول العربية تحلى حظوة يعني للعمل اللي حضرتك عم تقوم فيه، ومنهنيهم في حال أنه كان عندهم أي نشاط والاتحاد هو بتصرفه. هيدا بس مقدمتي الأولى، بس إنما ريت بتسمحوا لي دي عندي يعني لحظة حط شوية من الأهداف السريعة يلي معروف يلي نشاطنا بالاتحاد مع الأخوة. نحن يا زملائنا الكرام، بس بحب أن يقول لما أنشأنا الاتحاد العربي سبق قبل مرة نحن
تكلمنا إلنا هدف واحد، جمع كلمة الأخصائيين وتوحيد كلمتهم والاستعانة ببعضنا البعض لحتى نساعد بعضنا ولنكون كلنا موحدين بالمحافل الدولية، لأنه ما بيقصنا لا الكفاءة ولا العلم لحتى نقدر نكمل الرسالة العلمية والمهنية اتجاه أي جهة بتريد أن تتعاون معنا. ونحن موجودين، وهذا اليوم اللي عم بيقوم فيه دكتور عبد الرحمن على المشروع اللي بقطر، بصراحة هذا بالمناسبة منهني حالنا ومنشوف حالنا بالتنظيم اللي كان موجود بقطر والعمل اللي كانت عم بتقوم فيه قطر اليوم. هالدولة اللي يمكن العالم كله كان في لفت أنظار أنه الدولة العربية بعدد سكانها يلي هو موجود بعتقد أنه شغلت العالم، وكل الأنظار الناس عم بتقول أنه ممكن يكون فيها التنظيم من هالدولة العربية يلي قدرت يعني فرجينا العالم هذا بتنظيمنا بشغلنا. بعتقد أنه هذا شرف لنا وشرف للعرب أنه اليوم دولة قطر عم بتقدم هذا التنظيم اتجاه أكبر دولة موجودة بالعالم. مهما عانت قطر، هي بالنهاية دولة عربية وشعيرة. يمكن أكيد عانت من بعض السياسيين وبعض الدول أنه ما كانوا كتير مرتاحين للأجواء اللي هي كانت عم بتقوم فيها قطر. نحن كنا عم نراقب ونشوف. لسبب هذا بطلب أنا أن يكون في عمل موحد من قبل الدول العربية، ونحن كلمة الاتحاد، نحن اتحاد، في الاتحاد قوة، في الاتحاد قوة، ونحن هذا عمل مفروض أنه نقف كلنا جانب قطر بهالعمل يلي هي قامت فيه، يلي عم بتشرف قطر وبتشرف الأمة العربية بجماعة. ومشكورة قطر على العمل عم بتقوم فيه. ونحن هذا اليوم الموضوع الأساسي خلال 50 يوم صار في عمل جبار لموضوع الشنيشة المكانية يلي موجودة عندنا بقطر، حيشرح عنها هلا الدكتور عبد الرحمن بالتفصيل. بس أنا رح أريد أنا باختصار لكم الهدف، اللي ما رح طول عليكم كتير لأنه وهلا بعتقد أنه كنت قايل الدكتور عبد الرحمن الدكتور جمال معنا، ما شفته أنه يمكن دخل بعض. يهدف الاتحاد العربي للمساحة إلى المساهمة في تطوير وتنظيم المجتمع المهني العامل في مجال الجيوماكس والذكاء المكاني من خلال بناء القدرات والكفاءات المهنية وبناء جسور التعاون وتبادل الخبرات بين المهندسين الطبوغرافيين العرب تماشيا مع عصر التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة. يولي الاتحاد العربي للمساحة أهمية كبرى لمواكبة كافة التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة في هذا المجال. يتطلب هذا التحول الرقمي تطبيق أعلى المعايير الفنية والمهنية، وكذلك تطوير سياسات إدارة البيانات المكانية من خلال إطار متكامل للإيفاء بالغرض والإنتاج والتصريف، ومن ثم مشاركة البيانات مع التركيز على ضمان الجودة من خلال المعايير والمواصفات القياسية، التشغيل البيئي والإتاحة وإعادة الاستخدام. باختصار هذا الموضوع الرئيسي اللي نحن نفسح المجال للأخوة والدكتور عبد الرحمن، لأنه حيبين لنا أهمية الموضوع اللي صار بقطر، لأنه فعلا شيء بيرفع الرأس. أنا بنشكركم وأنا تحملتونا، وبتمنى أنه من كل الزملاء هالاتحاد موجود لخدمتكم، موجود لضمانتكم، وموجود مقره ببيروت. بتمنى أي واحد منكم، نحن المقر عنا ببيروت، وتشرفونا بأي وقت اللي كان. يا أهلا وسهلا فيكم جميعا.
وشكرا لكم اللي تحملتونا ولو 5 دقائق. يعني يعطيكم الف عافيه وشكرا لكم. شكرا سيادة النقيب، بصراحة يعني هذا شرف كبير، نحظو باهتمامك وبرعايتك المباشرة، وطيلة السنتين الماضيتين لم تدخر أي جهد من خلال مظلة الاتحاد لدعم جميع المهنيين في جميع الدول العربية، والشيء اللي أعطانا دفعة وأعطانا ثقة في العمل اللي أنجزناه ونفذناه كان السر الكبير فيه هو تبنيكم لمبادرة خريطة الشارع المفتوح العربية خلال مؤتمر حالة الخريطة والمدن الذكية في 2022 في سنة 20 في ديسمبر، يعني الآن قبل سنتين بالضبط. منها اكتسبنا دفعة معنوية واكتسبنا زخم ومومنتم كبير، خلانا أعطانا حافز كبير أن نشتغل ونحسه بأن تحت مظلة رسمية وتحت جهة تابعة لاتحاد مهني يشتغل بطريقة احترافية من أجل توطين تقنيات الذكاء المكاني في جميع الدول العربية وتوحيد جهود المهنيين في جميع الدول العربية. شكراً سيادة النقيب على هذا الدعم المتواصل، وإذا كان تسمحوا لي بس أنا حنشير أو نوضح الرابط ما بين الاتحاد العربي للمساحة والجمعية العربية لخريطة الشارع المفتوحة وكأس العالم. شو ما هو الرابط بين هذه الأشياء كلها؟ فزي ما نعرف وأن زي ما تفضل سيادة النقيب أن في عصر التحول الرقمي وولادة التكنولوجيا الحديثة اللي أصبحت emerging technologies، يعني من بلوك تشين لكلاود كومبيوتينج، أصبح أنك لازم تستعمل الأساليب emerging technologies هذه عشان تنجز الأعمال بطريقة ذكية. فبالتالي المجال هذا شهد ولادة أنماط عمل جديدة لرسم وإنتاج خرائط الأساس الرقمية التفاعلية والذكية من خلال مفهوم حديث ومقنن يسمى بالعمل الجيوتطوعي. فزي ما نعرف في سنة 2004 مؤسسة خريطة الشارع المفتوحة أطلقت منصتها وفق ترخيص للبيانات المكانية المفتوحة. هذا الترخيص يسمح للمهنيين من طبوغرافيين ومساحين وجغرافيين بالمشاركة في بناء خرائط أساس رقمية عن بعد، يعني من جميع أنحاء العالم يقدر أي واحد يدخل ويدير يعمل contribution للعالم بأكمله وفق مبدأ العمل اللي هو قلنا العمل الجيوتطوعي لتوفير مصدر مستدام للبيانات المكانية. في ديسمبر زي ما قلنا 2020 كان عندنا مؤتمر اسمه مؤتمر حالة الخريطة والمدن الذكية، كان الاتحاد العربي للمساحة أحد منظمين هذا المؤتمر في جامعة نجم الساطع في ليبيا. وأثناء هذا المؤتمر أحد نتائجه تم الإعلان رسمياً من قبل رئيس الاتحاد على تبني مبادرة أو فكرة تأسيس خريطة الشارع المفتوحة العربية. بناءً على هذا القرار تم وضع خارطة الطريق لتنفيذ هذه الهدف أو هذا الهدف، وركز سيادة النقيب على أنه لازم يكون فيه توعية على المستوى القاعدة، يعني على مستوى المهنيين في جميع الدول على الأرض، أنه نبدو في سلسلة ورش عمل ينفذها مشروع فريق خريطة الشارع المفتوحة تحت رعاية ومحددات مهنية تبع الاتحاد لتحقيق هدف اللي هو أن يكونوا نوصلوا فعلا تتضافر الجهود وتتوحد من أجل تحسين وبناء كفاءات وبناء مجتمع مهني للطبوغرافيين والمهندسين والمساحين والجغرافيين في الوطن العربي. ففي الفترة هذه نفذ الاتحاد على مدى سنتين سلسلة من ورش العمل تحت عنوان الذكاء المكاني ودوره في التدفق المعرفي من أجل التكامل المؤسسي. يعني إحنا عندنا أزمة في الوطن العربي وفي حتى في دول تانية غير الوطن العربي أن جهات تمتلك البيانات ولا تقوم بمشاركتها مع جهات أخرى، وهذا مترتب على قيمة البيانات، يعني كل واحد يدعي أن هذه البيانات كلفاته قيمة مادية فبالتالي هي استثمار خاص له لا يسمح بمشاركتها مع أطراف أخرى، أو بدافع الأمني اللي هو سياسات تصنيف البيانات يقول لك هذه بيانات حساسة، هذه بيانات غير قابلة للمشاركة، هذه بيانات يعني سرية وما إلى ذلك.
فبالتالي يا سواء الدافع المادي الاستثماري أو الدافع الأمني، هذا شكل حاجز وعائق كبير أمام تطوير العديد من التطبيقات التي تعتمد على البيانات المكانية التي تستهلكها منصات الويب، والتي تعتبر الآن هي المحرك الأساسي للتطبيقات الرقمية التي تحتاج إلى الدعم الإلكتروني عن طريق خدمات الويب. يعني خريطة فقيرة أو تفتقر لطبقات كثيرة من البيانات المكانية لا يمكن أن تؤدي دورها في الفانكشناليتي المطلوبة منها، إذا كان هي أصلاً في الأساس خريطة فارغة ولا تحتوي على بيانات مكانية، ولن يأتي أحد بتكملة هذه البيانات بسبب العوائق والحواجز والموانع اللي تكلمنا عليها، سواء كانت استثمارات مالية أو كانت اعتبارات لسياسات المحلية للدول في تنظيم البيانات المكانية وقوانين تصنيف سياسات تصنيف البيانات المكانية من ناحية الإتاحة والوصول وإعادة الاستخدام وغيرها. فبالتالي أطلق الاتحاد خلال السنتين الماضيتين سلسلة من ورش العمل قمنا كفريق بتنفيذها، قدمنا من خلالها التوعية اللازمة حول مفهوم وأهمية المشاركة المهنية من خلال العمل التطوعي لكسر حاجز احتكار البيانات المكانية وتطوير منظومة الإطار المتكامل للبيانات المكانية وفق أحدث وأعلى المعايير في ضبط الجودة واحترام خصوصية الدول، كل دولة على حدة احترمنا خصوصيتها وسياساتها المتبعة داخليا فيما يتعلق بأمن وسلامة وجودة البيانات في تلك الدولة العربية كل على حدة. فبالتالي أصبحنا عندنا القدرة أن احنا نبرز كممثلين لخريطة الشارع المفتوح العربية، وزي ما قلنا مع الالتزامات اللي اخذناها على عاتقنا بالأمن والجودة، مما رشحنا للحصول على اعتماد وإجازة من المؤسسة العالمية لخريطة الشارع المفتوحة كمديرين أو كآدمن لخريطة الوطن العربي بالكامل، وهذا طبعا بتوفيق الله ثم بجهود المساهمين من جميع الدول العربية اللي ساهموا معنا في أثبتوا أنهم هم يشتغلوا وفق يعني الجودة المطلوبة. كذلك تم تنفيذ سلسلة من برامج التدريب ورفع الكفاءة وبشكل مستمر وبشكل مجاني. هذه البرامج ساهمت في بشكل مباشر في تقديم يد العون من خلال الاتحاد لجميع المساحين والتوبغرافيين الذين يرغبون في استثمار المجهودات في المصادر والبيانات، المصادر والبيانات المفتوحة، ان احنا دعمناهم. وبالتالي كان في توفير لجزئية التراخيص، لان انتم زي ما تعرفوا البرمجيات هذه هي برمجيات مكلفة اللي نستعملوا فيها في يعني في برامج الذكاء المكاني، ولكن المرادف أو الالترناتيف اللي توفر المصادر والبيانات المفتوحة خلانا نركز، وفرنا هذا الجانب أو رفعنا هذا الحمل المادي اللي يتمثل في التراخيص، واستثمرنا في بناء الكفاءات عن طريق استخدام منصات والبيانات المفتوحة. فبالتالي تم تنفيذ الكثير من البرامج والدورات خلال السنتين الماضية لرفع الكفاءة وبشكل مجاني لصالح المساهمين والطبوغرافيين العرب ودعمهم فنيا وتقنيا من خلال إشراكهم في تطبيقات العلمية لبناء خريطة الأساس الرقمية على منصة خريطة الشارع المفتوحة العربية، مما حقق نجاح كبير في بناء القدرات ورفع الكفاءة باستخدام المصادر والبيانات المفتوحة. تم اعتماد فريق خريطة الشارع المفتوحة التابع للاتحاد العربي للمساحة من قبل المؤسسة العالمية لخريطة الشارع المفتوحة مثل ما ذكرنا، ومنحه صلاحية إدارة مشاريع ومهام رسم الخرائط على هذه المنصة ولصالح جميع الدول العربية وبفضل الله. بعدها ساهم الاتحاد في العربي للمساحة خلال هذه الفترة في تنمية المجتمع المهني العربي المحلي، وقدم له الدعم والإرشاد الفني للدفع في نحو تأسيس جمعيات محلية للعمل الجيوتطوعي لتطوير خريطة الشارع المفتوحة في جميع الدول العربية. ويأتي تتويج كل هذه الجهود بأن شهدت قطر في العشرية الأخيرة تسارع كبير في حركة البناء والتشييد، والذي أدى إلى أحيانا وجود فارق ما بين المباني المنفذة أو المشاريع التي تم بنائها وإنشائها وتواجدها على الخريطة. يعني الحركة الإنشاء والبناء أسرع من حركة الرسم وتحديث الخرائط. بالتالي كانت في حاجة ماسة لتحديث خرائط الرقمية وإدراج المشاريع والبنية التحتية على الخريطة، والتي تعتبر أساس لبناء تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والبيانات المكانية الداعمة لخدمات الويب والتطبيقات المبنية عليها،
والتي أصبحت جزء من البنية التحتية للبيانات المكانية لدولة قطر. ثم استعدادا للمونديال، أطلق الاتحاد العربي للمساحة في نهاية أكتوبر من هذا العام حملة لتحديث خريطة الأساس الرقمية للدوحة على منصة خريطة الشارع المفتوحة العربية. وبفضل الله تم إنجاز خلال هذه الفترة، تم إدراج أكثر من 60,000 مبنى في زمن قياسي وهو فقط 50 يوم، يعني بمعدل أكثر من 1,000 مبنى يوميا يتم رقمنته ببياناته التامة، استخدام المبنى وعدد الطوابق والشكل الهندسي له والتصوير الأرضي على مستوى الطريق ودمج مرئيات الفضائية واستخلاص واستقراء البيانات اللازمة لإعطاء أكبر قدر ممكن من البيانات المتصلة بهذا الجسم وتكوين طبقة الأساس لمجسم ثلاثي الأبعاد للمدينة بالكامل، وبمشاركة متطوعين وطبوغرافيين ومساحين من جميع أنحاء العالم للمساهمة في إنجاح هذا الحدث من خلال تطوير خريطة الأساس الرقمية، والتي مثل ما ذكرنا تعتمد عليها الكثير من البرمجيات والتطبيقات التي تحتاج إلى الدعم الإلكتروني في خدمات الموقع على الويب. أنجز هذا العمل بصراحة بواسطة خريطة الشارع المفتوح العربية تحت إشراف الاتحاد العربي للمساحة وبدعم فني وتقني من معهد دراسات المدن الذكية بفرنسا، كذلك بمساندة فنية كبيرة جدا من شركة تومتوم الألمانية، وكذلك تم اتباع أعلى معايير ضبط الجودة في رسم ومراجعة ومكونات وطبقات الخريطة الرقمية على منصة خريطة الشارع المفتوحة ومنصة فريق العمل الإنساني لإدارة مهام المشاريع اللي هو Humanitarian OpenStreetMap Team. كما كان لخريطة الشارع المفتوحة أفريقيا دور مهم جدا في وكبير في إنجاح سلسلة ورش العمل المصاحبة لمشروع ماراثون كأس العالم قطر 22. وضع هذا المشروع طبقة الأساس لبناء المجسم ثلاثي الأبعاد من المستوى التفصيلي الأول للدوحة، وهو قابل للتطوير بإضافة مستويات تفصيلية حتى الوصول إلى إنتاج التوأم الرقمي للمدينة أو التوأم الرقمي الحضري للمدينة، والذي يعتبر من أهم الأدوات لتوطين مفهوم المدن الذكية والنمذجة الرقمية لمعلومات المدن. عند هذه المرحلة وصلنا إلى إعطاء فكرة شاملة حول علاقة الاتحاد ودوره في دعم خريطة الشارع المفتوحة العربية، وقلنا شنو علاقتها بالحدث اللي صار في قطر، إن قطر صار فيها حركة بناء وتشييد سريعة جدا، مما كان في حاجة لإطلاق نداء للتطوع المهني والفني والهندسي لرسم هذه المباني التي تم أو المشاريع التي تم بنائها في تلك العشر سنوات الماضية، والتي لم تكن قد أدرجت على الخريطة إلا على يد الاتحاد العربي وخريطة الشارع المفتوح. وهذا يعتبر مشاركة ودعم لهذا الحدث التي نجحت فيه قطر بجميع المقاييس، ولا نستطيع أن نقول عليه إنه هو إلا كان مش حدث ناجح، هو كان حدث ذكي، يعني smart event بما تعنيه الكلمة. يعني كل تهانينا القلبية والأخوية لأخواننا وزملائنا في دولة قطر على هذا النجاح الكبير، ونتمنى لهم التوفيق والسداد، ونحن مستعدين دائما وأبدا للاستمرار في العمل على تطوير نموذج ثلاثي الأبعاد بكامل مستوياتها التفصيلية للدوحة في الفترة القادمة إن شاء الله. العمل مستمر، والآن يشرفني أن أنقل الكلمة للسيد جيفري كاتريجا من فريق OpenStreetMap Team في أفريقيا، OpenStreetMap أفريقيا و Humanitarian OpenStreetMap Team. جيفري, the floor is yours. Thank you very much for having you today. Thank you, Dr. Brahman. I have a small request. Is it possible for you to summarize for us what Dr. Sakis talked about? Because we'd love to just get a chance to know what he shared about. So if you don't mind to share just maybe an overview of what Dr. Sakis talked about.
Yes, of course. I apologize about the translation. I forget that. Sorry, Jeffrey. So, Dr. Sarkis Fedous, he is the president of the Arab Union for Topographer and Surveyor. And he is the dean of the Faculty of Engineering at the Canadian and Lebanon University in Beirut. And one of the experts at the Arab League and UN program for the integrated framework for the special data management. So Professor Sarkis assigned that he said that Qatar has successfully achieved the goal organizing the World FIFA World Cup by all the means and by all the measures. The event was successfully achieved. So he was very happy congratulating the state of Qatar and the country of Qatar about this success. And he bought his firm and organization in service of all Arab surveyors and all Arab Jewish specialists. If they need any help for capacity building, for administrative coverage and support, he is capable to support them. And he is the one, first one, adopted the initiative of OSIM Arabia. So we'd like to thank him again for this decision, because you know, 2 years ago, we have organized the State of the Map conference, Libya, the first State of the Map conference. And one of the fruits of this event was the initiative of OSIM Arabia. If you remember, Jeffrey, you were with us. So Dr. Sarkis Fedous, he decided with the board of Arab Union to adopt the initiative of OSIM Arabia. So this is in summary, and he's still with us, supporting and encouraging and helping to develop the local community of surveyors and topographers in all Arab world and in Africa also. So this is in summary what he has said. Thank you very much, and nice meeting you, Dr. Sarkis. And it's really nice to hear that you know, professional surveyors are really embracing OpenStreetMap and are seeing are getting on board to kind of contribute and also use the data. I think that's really wonderful news. So I'll also just say a few words. I'd like, first of all, to welcome everyone who has joined the Mapathon today. And also, to thank everyone who has been mapping, because yeah, today is like the final Mapathon, but we have been doing several Mapathons and mapping throughout the month when the World Cup was happening. So thank you everyone who has been joining. I think football, just like mapping and geospatial data, is something that brings people together. So I think it was really nice for us to be able to map Qatar in the spirit of the World Cup, and you know, getting all those happy moments that the different teams that were playing at the World Cup really brought to us. So yeah, again, thank you to OpenStreetMap Arabia, OSM Africa, Youth Mappers, and everyone who has been able to join the Mapathons. And I think it's really nice that we can, through this effort of mapping, give back to Qatar, because Qatar, I think, really did an awesome job organizing the World Cup. And kudos also to all the different teams that played. And I'd love to hear people's comments. For those who are watching the World Cup, what were your best moments from the World Cup? So feel free to share in the chat. What is that one thing that really made you proud and happy, and made you enjoy the World Cup? So yeah, I know today is mainly for us to do the mapping, and the projects have also shared them in the chat.
So you're looking forward to really interacting with everyone. And thanks everyone for joining. Again, my name is Geoffrey Katerega and I work with the Humanitarian OpenStreetMap team, but I'm also part of OpenStreetMap Africa. And one of the things we are doing next year is also to organize the State of the Map Africa 2023 conference. So we hope to see many of you at that conference next year as well, which will be in Cameroon. Enjoy the mapping, everyone. And thank you. And back to you, Dr. Abdulrahman. Thank you very much, Geoffrey. As always, we have mapped for humanitarian purpose, but this time for entertainment, for the football, for Qatar, to help supporting the events and to update the digital map of Qatar. While we're a lot of country trying to fail and trying to put some obstacles against Qatar to achieve the event. So we as a professional, similar to Médecins Sans Frontières, so we have engineers and Jewish specialists without borders. So we have achieved remotely smart mapping, helping updating OpenStreetMap base map, where it has been using for to support a lot of apps and tools that using OpenStreetMap as a base map. What do your comment about this, Geoffrey? Since today it's not for humanitarian, it's for entertainment. Yes, definitely. I think for me, football is something that excites us, and what can we do, through that excitement that can also be useful, to update maps. So I think in that spirit, it was really nice to see that we mobilize people who are also interested in football to use their football passion and also contribute to digital data through mapping and improving the data that is available for Qatar, and to do this with organizations like TomTom and OSM Arabia shows that there is very much interest in doing this. And I think that's why we are a community. Like OpenStreetMap is not just a map and data. It's also a community of people who contribute to this map. And like you mentioned, I think Qatar really showed the whole world Arab countries can organize big events. I think they did very, very better than very many previous World Cups. They did a wonderful job organizing this event. I think, it was just awesome to see the level of organizing that was done in Qatar to have such a successful World Cup. And I think in the same spirit for us as people who contribute to geospatial data, it is nice for us also to give back to Qatar and say thank you. I think for me, like the only way we can say thank you to Qatar for, organizing such a wonderful conference for us as professionals is through this kind of digital mapping. Thank you, dear Geoffrey. We have Dr. Mohammed Al-Mirri من قطر. Dr. Mohammed Al-Mirri هو رئيس المكتب بالاتحاد العربي للمساحة لدول الخليج والمستشار لدى وزارة البلديات من دولة قطر. Dr. Mohammed Al-Mirri, إذا كان في الاستماع, سعداء جدا بتواجدك معنا ومشكور لتلبية الدعوة. أنا قبل شوي شفت الدكتور محمد, مش عارف موجود ولا فقدناه. دكتور محمد, اوكي, في انتظارنا ان يرجع معنا دكتور عبد الرحمن. دخل يعني هلا دخل معنا. انا شفته وكنت نستنى بس جيفري يخلص عشان نعطيه الكلمه, ولكن بعدها ايوه مشان تعطيه الكلمه بس خلي يعرف, يعني انت خلي التسجيل اللي كلمناه. اولا انا بتمنى عليك تشكره سيد جيفري على كلماته يعني اللي انت بقوله العاطفيه والمهنيه. ونحن انا كان لي موقف مع الاتحاد الافريقي
اجتمعت أنا وياهم بفرنسا. كان في عندي اجتماع مع كل اتحاد لكل الطبوغرافيين مهندسين المساحين بمناطق أفريقيا، وعلى أساس أنه حيكون في عندنا بروتوكول تعاون بينه وبينه. وللحقيقة أنه تعرف ما بعرف ليش الظروف، مع أنه ابتدأنا مع الكاميرون مع غانا مع كل الدول كان في تواصل دائما بينه وبينه. حنكمل يعني إن شاء الله نرجع نجدد العلاقة، نعمل very cooperation. Thank you very much. Thank you. إن شاء الله. Thank you very much. دكتور محمد المري تقريبا. دكتور محمد المري موجود. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور محمد موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير دكتور. يا صباح النور سرور. نعتذر عن تأخرنا في الدخول بسبب كنا نبحث عن الرقم والباسورد. أهلا وسهلا بك دكتور محمد المري، رئيس المكتب بالاتحاد العربي للمساحة لدول الخليج ومستشار لدى وزارة البلديات في قطر. حياك الله وبياك دكتور. أهلا وسهلا بك، شرفتنا يا سيدي. أشكركم على الدعوة الكريمة منكم. الله يبارك فيك. احنا طبعا نهنوكم على نجاح هذا الحدث العالمي المهم، وصراحة أعطيته صورة مشرفة وغيرته بشكل جذري نظرة العالم للعالم العربي. الحمد لله، هذا أول حاجة توفيق من الله، ثم دعم أخواننا العرب في الوطن العربي الكبير، وكذلك حنا عملنا هذا المشروع خاصة تحديث الأرقام الرقم الخريطة الرقمية لدولة قطر بالتعاون مع لجنة الإرث لكأس العالم حتى تطلع دوحة بهذه الصورة المشرفة. فالحمد لله، يعني هذا جهد 12 سنة، هنيئا لكم. الحمد لله، توفيق من الله وجزاكم الله خير. مشكور جدا دكتور محمد. طبعا المبادرة زي ما حكينا بما حضرتك يعني في البورد في الاتحاد العربي للمساحة من قبل سنتين، الدكتور سركيس فدعوس تبنى مبادرة تأسيس الجمعية العربية لخريطة الشارع المفتوحة واعتبارها مشروع من مشاريع الاتحاد العربي للمساحة، وبناء عليه بدأنا في العمل على تنفيذ سلسلة من ورش العمل التوعوية فيما يخص خرائط الأساس الرقمية، وكانت التتويج هذا المجهود لسلسلة ورش العمل والدورات التدريبية لرفع الكفاءة للمساحين والطبوغرافيين العرب وتدريبهم على استخدام منصات رسم الخرائط على المنصات المفتوحة. كان تتويج هذا العمل بإدخال ورقمنة 60,000 مبنى خلال 50 يوم في الدوحة. ممتاز، هذا عمل كبير ونشكركم عليها. ودائما الدكتور سركيس جزاه الله خير دائما عنده المبادرة الطيبة، ودائما همه الوطن العربي الكبير في وضع الخرائط الرقمية والمعلومات الجيومكانية على الطريق الصحيح. بارك الله فيكم وفي مجهوداتكم في الاتحاد، وإن شاء الله الرسالة الإيجابية اللي نحب أن نبلغها أن 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 رسامي الخرائط ومصممي الخرائط شاركوا معنا من جميع أنحاء العالم بدون استثناء، وكانت في حملة يعني مكثفة ورغبة شديدة من جميع المهنيين للمشاركة في دعم إنجاح هذا الحدث من خلال تخصصهم. يعني هم هذا المجال اللي يستطيعوا من خلال أنهم يتطوعوا ويقدموا شيء هو ضمن مفهوم جديد اللي الآن موجود في العالم اللي هو الكراود مابينج وعملية الكراود سورسينج أو البارتيسيباتوري مابينج أكتيفيتي، واللي ترجموه باللغة العربية احنا سميناها الآن نقول العمل الجيو تطوعي، يعني الإنسان متطوع. ممتاز بالمهنة بتاعه. يعني هاي مبادرة جدا ممتازة وأشكركم عليها، وبالعكس هذا التوجه هذا بيعمل إثراء للخريطة مثل نقول الخريطة المفتوحة، فبالعكس حنا ندعم الأمور هذه، وسوف نعمل تقرير إن شاء الله ونعرضه على حكومة دولة قطر ونعمل كتاب باسم الاتحاد،
وجميع الأشخاص اللي والدكاترة والأخوة المشاركين الطبوغرافيين في هذا المجال. وبإذن الله إن شاء الله في إن شاء الله مشاريع ضخمة جاية في قطر بإذن الله، ومن كل مشارك بإذن الله. بإذن الله. والفريق خريطة الشارع المفتوحة سواء كان في الدول العربية أو في أفريقيا الآن مستعدين، وتم تدريبهم بشكل كبير وتم رفع الكفاءة عندهم من خلال سلسلة برامج تدريبية. هم مستعدين للتطوع لتنمية خريطة الأساس في أي قطر من الأقطار أو من الدول اللي تحتاج إلى حملة مكثفة وكول فور مابينج، يجوك الرسامين من جميع أنحاء العالم يفكروا. هذا فيري سمارت، يعني ذكي جدا انك انت تحقق الماكسيمم بالمينيمم من المصاريف. يعني احنا دخلنا 60,000 بناية في 50 يوم، كلفتنا زيرو دولار، صفر، بقيمة صفرية. أحسنت. وهذا يعني واجبنا كمهنيين، هذا واجب أدبي كمهنيين أدبيا تجاه مهنتنا وحبا في مهنتنا، أن احنا لما نقدر نقدمه أو نتطوع بجزء من وقتنا لخدمة المهنة اللي احنا شغوفين بها، فهذا صحيح. على الرحب والساعة إن شاء الله. وهذا النداء مش فقط لقطر، لجميع الدول يعني. لا بالعكس، بالعكس، هذه مبادرة طيبة وأشكرك عليها، وأشكر أخواني لكل ساهم في هذه الحملة، ونتمنى نشوف حملات كثيرة يكون على مستوى الوطن العربي وأفريقيا ودول أخرى، وإن شاء الله يكون في يكون عمل منظم ويكون في جهة داعمة عشان الكل يستفيد من هذه المبادرة التطوعية. وأنا فعلا يعني أنا مهتم بهذه الأمور، خاصة ندخل عليها، أنت عارف بعض الخرائط الرقمية ترتبط بأشياء اللي خاصة بالجيومكانية عندنا والإحصاء وكذلك، لأن عندي مشروع بإذن الله أتمنى الجميع يشارك فيه، وهو اللي هي من بعد كأس العالم نشوف التحديث الأخير للخريطة الرقمية لدولة قطر وربطها بجميع الإحصائيات التي تخص عدة جهات في الدولة ومدى تفاعلها وربطها بالخرائط الرقمية، ومن ثم بإذن الله تكون نموذج ممكن نعممه على مستوى العالم، ويكون عندنا تتسع اللي هي الأمبريلا خاصة للمتطوعين في مجال الخرائط الرقمية والجغرافيين وأشياء كثيرة. بإذن الله دكتور محمد المري، بمعيتكم وبدعمكم ودعم الاتحاد وسيادة النقيب. بالعكس بالعكس، هذا أقل حاجة نقدمها لكم، وأتمنى إن شاء الله نحاول كيف نتحصل على هذه البيانات لنعمل مثلا نعمل تدقيق للبيانات هذه ونرى هل تطابقها فعلا بناء، لأن عندنا في قطر عندنا جدا بوليسي جدا قوي اللي خاصة في خاصة النظام الديكومنتيشن، خاصة عندنا الدليل الخاص بالعمل المساحي في دولة قطر، ونراه كيف تطابقه مع الأعمال اللي قمتوها كعمل تطوعي ورفع جميع البيانات للمباني والأشياء كثيرة اللي عملوها الشباب في العمل التطوعي. بإذن الله. أنا الآن عملت مشاركة للشاشة إذا كنت تشوفها دكتور محمد. نعم موجودة. نعم هذا الخريط، الخط الزمني قبل وبعد إطلاق مشروع الاتحاد العربي لرسم خرائط الدوحة. نعم. زي ما تشوف كثافة الإنجاز وكثافة إدخال المباني. ما شاء الله ما شاء الله. هذه كل المباني ما كانتش موجودة قبل 26 أكتوبر تصور يعني. شوف نعم ممتاز. يعني في 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 الخط الزمني هنا ما كانش يعني اذا كان الان نعمل انا كلوز لهذه. نعم. لو اخذت مثلا هذا مشروع اللي هو رقم المشروع 13651 اللي هو قطر واحد. نعم. احنا عندنا 19 مشروع في قطر الان، منهم نعم. حوالي 6 مشاريع في الدوحه والبقيه موزعه في جميع الدوله يعني. فقطر واحد مثلا، لو اخذنا قطر واحد حنلقى ان عدد المباني اللي تم ادخالها في قطر واحد تجاوز 30,000 مبنى. نعم. وهذا التوزيع اللي هو زي ما تشوف في حضرتك
كل تصنيفات المباني السكنية الإدارية التجارية المرافق كلها بالأتريبيوتس وبالبيانات المصاحبة وبالتصوير الأرضي نعم. للشارع، لأن عندنا حتى فريق تصوير أرضي على الشارع يستعمل في تطبيق مابلري. نعم. فتم تكامل ما بين صورة الشارع وصورة القمر الصناعي عشان نعمل استخلاص لأكبر قدر ممكن من البيانات المكانية وإدراجها ضمن البيانات المتجهية للمباني. ممتاز ممتاز. هذه جزء أو عينة من الإحصائيات. لو 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 جيت شفت مثلا في هذا في بالنسبة للمشروع قطر واحد، أن لو غيرت هذا الرقم اثنين هذا قطر اثنين. هو البني ولا الأزرق؟ هذا البوليجون واضح، هذا قطر اثنين، هذا اللي هو البني بالضبط، هذا اللي محدد ببوليجون فيهم دوائر هذا. اي نعم ايوه. ف ف ف فعندنا بلاتفورم نقدر نعمله ستاتستكس وديتا اناليسز على اعلى مستوى من الجوده وفق اكبر المعايير اللي هو التابعه للمجمع الدولي للمعايير والمواصفات القياسيه للبيانات المكانيه اللي هو الاوبن جيو سبيشال كونسورشم. الشغل صح هو يعني عاده يرتبط مفهوم التطوع انه ممكن يكون عمل يعني بعض الناس يتبادر لذهنه انه عمل غير منظم او عمل غير مطابق للجوده لا. او المواصفات لا. لا احنا لا. نتبع احدث معايير ضبط الجوده ونلتزم بمواصفات المعايير القياسيه للاوبن جيو سبيشال كونسورشم. وعندنا بلاتفورم اسمها الهيومانيتيريان اوبن ستريت ماب بلاتفورم، هذه لاداره مهام ومشاريع رسم الخرائط من مرحلة الرسم إلى مرحلة المراجعة والتدقيق إلى الاعتماد، سلسلة متكاملة عشان ننتج خرائط بأعلى جودة وبغض النظر يعني الناس متطوعين ولكن هم ملتزمين تجاه مهنتهم بإعطاء أفضل جودة ممكنة حتى ولو كانوا يعملوا هذا العمل بشكل تطوعي، يعني هو يدفعهم الشغف وحب العمل، فبالتالي عندهم حب حتى في الجودة كذلك، مش مجرد أنه هو نعم. ينفذ عمل نعم. أنه ينفذ وخلاص يعني. نعم. فالحمد لله بتوفيق الله وبتضافر مجهودات جميع الناس من جميع أنحاء العالم معنا، كانت هذه مساهمة للتعبير على لدعمنا لهذا الحدث ولمساهمة حتى عن بعد لدعم أشقائنا ولدعم كأس العالم قطر 2022. جزاكم الله خير، والله جهود واضحة ومميزة وتشكرون عليها، وهذا أنتم جزء من نجاح الحدث هذا. الله يبارك فيك دكتور. هذا بس نقطة أخيرة اللي هو الدوحة، عندنا المستوى التفصيلي الأول لمجسم ثلاثي الأبعاد اللي نتج من خلال رسم هذا العدد من المباني اللي هو حوالي أكثر من 60,000 مبنى زي ما قلنا، زي ما تشوفوا هذه الدوحة، هذا 3D City Model بالمستوى التفصيل الأول، وهذا مهم جدا جدا للأخوة في التخطيط العمراني والتسجيل العقاري وإدارة البلديات. لما يكون عندك ماستر بلان في الأبعاد الحقيقية للمباني والتسمياتها والأتربيوتس كاملة لها، فهذا عنده قيمة فنية كبيرة عند المهندسين والفنيين والتوبوغرافيين والمعماريين ومخططين مدن يعني. فتخيل نعم. أن هذا ما كانش موجود قبل 26 أكتوبر، ما كانش موجود، وبفضل هذه المبادرة تم إدراج كل هذه المباني بارتفاعاتها الحقيقية. نعم والفريق مستعد للاستمرار في تطوير هذا النموذج. طبعا هذا نسموه احنا المستوى التفصيلي الاول، لما يكون عندك الشكل الهندسي والارتفاع فقط، لكن لما تعطيه الفتحات وتعطيه نوع السقف وتعطيه الفينيشنج ولون المبنى والواجهات، حتوصل به للمستوى التفصيلي الرابع.
فحين الآن نعتبره في المستوى التفصيل الأول، ولكن المستوى التفصيل الأول حتى ذو أهمية كبيرة جدا جدا في عمليات الـ يعني تصميم وإدارة المدن يعني. فحتوى لا يستهان به، والقيمة المضافة الكبيرة فيه أنك أنت عامل كل الشغل هذا بصفر دولار يعني. لا ما شاء الله عمل جبار. فهذا بس أنا حبينا نعطوا فكرة كيف وصلنا ربطنا أن يعني جت مبادرة شو علاقة المابينج بكرة القدم بالتطوير المدن بالمدن الذكية، فهي كلها تصب في بوتقة واحدة يعني. ممتاز ممتاز، يعتبر نوع من التنمية. لا بالعكس عمل طيب، الله يجزاكم خير. دكتور عبد الرحمن، هل عندك فكرة عن المركز الجي اي اس في دولة قطر؟ ايش عمل؟ ايش المنتجات اللي قمنا فيها؟ والله عندي زميلي الدكتور عبد الله النعيمي، مش عارف ما تعرفه ولا لا، دكتور عبد الله النعيمي من قطر. نعم في كاتا فاونديشن. نعم ايه، ولكن للاسف دكتور عبد الله السنه هذه ما عنديش ابديت منه، مانيش عارف وين 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 وصلوا الزملاء الفريق اللي معاه، مانيش عارف اخر ابديت عندهم شو عملوا، والله ما اعرف. ممكن اذا كان عندك انت تنورنا تعطينا. انا الله يسلمك، انا كنت ماسك اداره القسم الطبوغرافي، المسح الطبوغرافي لدوله قطر. فحنا نقوم بمسح دوله قطر كامله، وانتجنا مشاريع يعني دولة قطر كاملة، من اللي هو السمارت سيتي اللي هي 3D، وعندنا الله يسلمك التوبوغرافي 2D، وعملنا يعني عندنا الموبايل مابينج موجود عندنا، ومسكين الشبكة، وعندنا جميع أنواع المسح. الآن اشترينا طيارة تقوم، وعندها طيارات الدرون تصور، ونعمل أبديت على الخريطة الطبوغرافية لدولة قطر. والحمد لله يعني احنا عندنا انجازات كبيره، اتمنى انك تطلعون عليها وتستفيدون منها. وبالعكس اي حاجه فيها مثلا اضافه للخريطه الرقميه لدوله قطر احنا معكم. بارك الله فيك دكتور، وهذا مش غريب عليكم، وطبعا الانفتاح في تبادل الخبرات ممكن يكون بالعكس طريق القناة الاتحاد العربي المساحة، حتكون يعني نافذة أو قناة مهمة جدا جدا لإتاحة الفرصة للاطلاع على التجربة القطرية الرائدة في مجال الذكاء المكاني والهندسة الجيوماتيكية بشكل عام يعني. حنا الدكتور عبد الرحمن، دولة قطر من أوائل دول العالم في الجي اي اس، وكنا أول ما انضميت بعد ما تخرجت من الجامعة وانضميت للمركز، كنا نقوم بتحديث البنية التحتية لثمان جهات في الدولة، من بنية تحتية، من خطوط الكهرباء والماء والله يعزم الصرف الصحي وأشياء كثيرة أندر جراوند، وكذلك التوبوغرافيك كل ما على الأرض وما عليها يتم مسحها كاملا. وهذا الكلام هذا في التسعينات، أما الآن نتكلم عن أكثر من 80 جهة تقوم بعملية تحديث بياناتها على خريطة رقمية موحدة. وكذلك عندنا جميع اللي هي المشاريع الخاصة بالتحديث الخريطة الرقمية مع عدة جهات، وكذلك عندنا خريطة موحدة في سيرفر واحد موجود عندنا في المركز، وكل 80 جهة تحدث بياناتها على سيرفر واحد الكل يطلع عليها. هذا ممتاز جدا، هذا مشروع البنية التحتية للبيانات المكانية القطرية نقدر نقوله يعني. نعم الآن محدثة كاملة الموجودة 3D، وعندك 2D، وعندك كل البيانات، وعندك الرقم عنوان المنشأة ورقمها وإحداثياتها وبياناتها من كهرباء وماء، وكذلك بيانات الشخص اللي ساكن فيها وعدد كلها مرتبطة ببعض، لأن عندنا رقم المبنى الموحد مرتبط برقم العنوان الشخص اللي مالك للمبنى. ممتاز ممتاز. فمثلا عندنا رقم مثلا موجود في مثلا في برج، ساكن في شقة، بيعطيك وين مكانه في أي دور في أي شقة، ومن هو صاحبها وماذا يملك. ممتاز ممتاز، وهذا تفيد في الإحصاء كذلك دكتور محمد المري. نعم
نعم عندنا اصلا عندنا الجي اي اس الاحصائي عندنا موجود ومرتبط معانا، وعندنا اجتماعات بشكل دوري شهري لجميع الجهات، كلنا نجتمع بشكل دوري، وكذلك نعرض المشاريع وندعمهم لكل جهه ندعمهم. احنا عندنا تدريب وعندنا اللي هو وضع المشاريع اللي الكل يستفيد منها، وثاني حاجه نقدم النصيحه للجهات اللي تقوم. ما في اي مشروع في الجائس لازم يكون من خلالنا عشان نعتمده، وعشان الكل يشتغل على ديكشنري واحد ودوكيمنت واحد وبوليسي واحد. ممتاز ممتاز. اي نعم ممتاز. احنا معنا بالضمن الفريق معنا المهندس عمر سليم، احد مؤسسي مبادرة اوبن ستريت ماب اريبيا، وهو مهندس من المهندسين المميزين صراحة في برنامج نمذجة معلومات البناء ونمذجة معلومات المدن، وهو موجود في قطر يعني. فياريت نقدر نربطه بحضرتك اذا كان في الامكان تتبادل الهواتف. بالعكس بالعكس، اي شخص موجود في قطر او خارج قطر وحاب عنده فكره مشروع او مبادره او اي حاجه او عمل تطوعي، احنا مستعدين كمكتب اقليمي وكمركز الجي اي اس في دوله قطر. بالعكس كلنا ندعم البعض وكلنا نساهم، نكون يعني في النهايه الكل يستفيد من هذه البيانات وهذه المعلومات من خلال القطاع الحكومي او القطاع الخاص. بارك الله فيك، مشكور جدا جدا على كرم. لا بالعكس بالعكس، الله فيك دكتور، هذا واجب طال عمرك، هذا الواجب طال عمرك. بارك الله فيك. مهم جدا هو يعني استفاده من تجارب الدول بالذات يعني الدول العربيه، لان يعني بانيه على اساس يعني صحيح واخذ جميع الاعتبارات اللي 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 تنجح اطار متكامل لاداره البيانات المكانيه هذه. ففي بصراحة يعني وجدنا بعض التجارب في بعض الدول يعني فيها تعثر، فيها يعني في بعض الدول مش عارفين من وين يبدو يعني. صحيح صحيح. بالعكس المال بالعكس، هذه حتى المبادرة للدول اللي ما مش عارفة أو كيف تأسس نفسها أو كيف تبني قاعة البيانات خاصة فيها، البيانات كطبوغرافية أو بيانات أخرى، ممكن حين يكون عندنا في قطر عندنا اللي هو البحث العلمي، صندوق البحث العلمي، ممكن ناخذ من المبادره هذه وندخل من خلالها لدعم هذه الدول. يعني بعض الدول ما عندها لا عندها دعم مادي او ما عندها يعني موارد بشريه مدربه وفاهمه، فمن خلال هذا الصندوق البحث العلمي باجتماع مع الجهات المختصه نقوم نقنعهم بعمل مشاريع للدول الناميه في هذا المجال وندعمهم، ومن خلالها إن شاء الله ننطلق، من خلال يكون في شغل منظم ومرتب والكل يستفيد، يكون عندنا قاعة بيانات للدول العربية كافة وكذلك الدول الأفريقية إن شاء الله. إن شاء الله دكتور محمد بارك الله فيك، مشكور جدا دكتور على تلبية الدعوة معنا اليوم. بالعكس هذا شرف لي طال عمرك، شرف كبير لنا، وتحياتي للدكتور عبد الله النعيمي، اذا كان تلاقيت معاه سلمني عليه قول له باذن الله. احنا سوينا عملنا الدكتوراه مع بعضنا في نفس مختبر الابحاث بتاع المدن الذكيه في فرنسا. نعم. وبعدين هو رجع قطر وانا قعدت في فرنسا، ولكن ما يعني السنه هذه ما تواصلناش كثير يعني. آخر عهدي به إنه هو في الجايس في مؤسسة قطر، لكن إذا كان تلاقيت معاه بلغ تحياتنا، وممكن المدة الجاية مع بصحبة الدكتور سركيس فدعوس عندنا برنامج يعني ورشة عمل ممكن في بيروت، وممكن عن طريق الاتحاد، فممكن نتلاقوا إن شاء الله يعني دكتور. بإذن الله بإذن الله، وهذا يسعدنا صراحة نتقابل ونشتغل مع بعض وتحت مظلة الاتحاد ووجود الدكتور سركيس، نعتبره هو دائما وقود الاتحاد، يعني دائما إن شاء الله عليه، دائما يحب يكون نشط ويكون الكل يعمل ويبحث، وحتى العمل التطوعي هذا مبادرة جدا رائعة صراحة. هذا أقل ما يمكن تقديمه هو من خلال مهنتنا يعني، من خلال شرفنا وفزعة زي ما يقولوا فزعة عربية يعني. هذا الصح، هذا صفاتنا،
وهذا أنا... الحين بيناه، هذا اللي بيناه الله يسلمك من خلال كاس العالم ونجاح كاس العالم، فزع الدول العربيه كافه لانجاح هذا الحدث المونديالي العربي. احنا مقيمين باوروبا دكتور محمد، وكان علينا ضغط كبير خلال الاشهر الاخيره اللي قبل كاس العالم، كنا خايفين ان ننام ونصحى في الصبح نلقاه ملغوه كاس العالم نهائيا من كثر الهجمه الاعلاميه اللي كانت موجوده. لا 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 ما علينا منهم، احنا الحمد لله احنا مثل ما قالوا احنا صامدون وعمالنا كلها ناجحه وتحت اشراف الفيفا. ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفق الجميع، وصراحه تهانينا من اعماق قلبنا للاخوه في قطر على هذا النجاح الباهر صراحه بكل المقاييس. لا بالعكس، هذا انا شفت الاعلام، يقول الحدث هذا كان حتى للمشجع البسيط، الانسان البسيط اللي جاء حضر، هو كان بالنسبه لي هو بمستوى تعامل معامله في اي بي، ابسط مشجع تعامل معامله في اي بي. نعم صحيح، ولكن حتى يعني جميع الخدمات سمارت ايفنت، يعني هذا سمارت ايفنت حتى هذا الله يسلمك يعني اعطى انطباع للمنظمين للسنوات القادمه انهم يحسسون بالمشجع او الزائر لهذا البلد. يعني اقل حاجه توفر له مثلا عمل اتصالات مجانيه، مواصلات مجانيه، يوفرون جميع الخدمات على ابسط الامور، وهي غير مكلفه كثير. يعني هي كلها شهر، وهي مرتبطه بالوازع الديني والعربي والعادات والتقاليد والكرم تاع العرب، يعني مش غريبه على العرب يعني. لا هذا واجب، هذا كرم الضيف يعني. هذا عادات وتقاليدنا، من دخل بيتنا فهو منا، صحيح. له التقدير وله الاحترام وله نقوم فيه واجبه لين يغادر البلد، وهو في يعني هذا اقل حاجه نقدمه، هذا يعني صفه العرب. ان شاء الله ديما عامر، ربي يزيدكم ويبارك لكم ورفعتوا رؤوسنا، ومشكورين جدا جدا على هذا. بالعكس، هذا اقل حاجه نعملها لاخواننا العرب واخواننا غير العرب. الله يبارك لكم ان شاء الله ويبارك لنا في هذا النجاح، الحمد لله رب العالمين. امين امين آمين يا رب العالمين. مشكور. إن شاء الله حنا إن شاء الله بعد خلال الشهر القادم بعد ما نرجع للحكومة إن شاء الله نبلش في عمل إن شاء الله إجراءات المؤتمر للمؤتمر المساحة والجي آي إس والربون سينسينج. إن شاء الله يكون في قطر، بس إن شاء الله نكون إن شاء الله يعني في خلال الفترة الجاية يخبرنا وزير البلدية بتحديد موعد ان شاء الله المؤتمر، وان شاء الله سوف يتم اختياركم ودعوتكم باذن الله. الله يبارك فيك دكتور محمد، والكل مدعو ان شاء الله. مشكور جدا حبيبنا، الله يبارك فيك، وباذن الله حيوافيكم سياده النقيب بتقرير مفصل حول المبادره العربيه لخريطه الشارع المفتوحه. نعم. والمساهمه اللي قدمتها خلال سعيها لمساهمه في تقديم اي شيء يدعم هذا الحدث ان شاء الله باذن الله. الله يجزاك خير. شكرا دكتور محمد، بارك الله فيك. مرحبا بك دكتور، مرحبا بك. شكرا. الله يحفظك. الله يبارك فيك. I apologize for the translation. We were talking about the event and the Qatar authority for mapping and topography and their achievements in installing and the setup of national special data infrastructure for Qatar. So it was amazing to hear from them, and they are very open to share their knowledge and their experience. And I think they are going to organize a conference. We will share with you soon, in next few months, the conference call. So Dr. Mohamed Al-Murri, he is welcoming you to attend and to contribute and participate for the next conference. Shukran kathir, Dr. Mohamed. Dr. Sarkis, I think you have a question. Well, I don't have a question or a question. اشبعنا كلام يا ريتار عبد الرحمن، الكلام بكلام هذا
اليوم خلينا نحط إيدينا ببعضنا ونكمل رسالتنا، لأنه نحن هاي الرسالة الأولى والأخيرة للاتحاد. ودكتور محمد المري من الأشخاص اللي الداعمين واللي واقفين جنب الاتحاد بكل معنى الكلمة، ونحن تعاوننا من أول يوم. لسبب هذا بحكي لك باسمي واسم كل المسؤولين عندي بالاتحاد، أنهم هني نعتبر أن الدكتور عبد الرحمن أحد أعمدة الاتحاد من الأشخاص اللي هني عم بيشتغلوا بالضمير. ويعطيك ألف عافية. وقدرنا وأخيرا توصلنا أنه خينا محمد يكون موجود معنا، وهذه موضوع مهم جدا مش لقطر بس، لأي بلد عربي. وشكرا لك دكتور عبد الرحمن على كل شيء. وسلمنا على دكتور محمد إذا شفته، وينه عندك بعده عن معك على الخط أو راح؟ تقريبا موجود دكتور محمد المري. هلا برجع بحكي معه لكن أنا بعد شوي. في خينا يحيى يمكن نبارش من الأردن كان حابب يحكي معكم. نعم. يكون عنده. نعم. تعليق. أوكي. نعم إذا كان في حد عايز يتكلم أنا حنفتح له الميوت، بس في شعور بالسعادة المهنية، خلينا نقوله أنك أنت تحول الكلام من مجرد فكرة إلى عمل ملموس، تشوف في 3D مخطط مجسم ثلاثي الأبعاد لمدينة بالكامل جاي من خلال مبادرة عمل تطوعي وفزعة مهنية برعاية الاتحاد. ففي شعور جميل جدا أنك أنت تشوف الناس جوا وعطوا وقت وتعبوا وسهروا ورسموا عشان ينتج لك مجسم ثلاثي الأبعاد ذو قيمة فنية وتقنية كبيرة عالية وبشكل مجاني ومساهمة. فهذا الشعور صراحة يعني جميل جدا جدا. We are so happy to see the 3D city model even at the level 1 of detail for Qatar, but still it's achievement. It's very nice thing to it's a good feeling to see such an achievement. So we'd like just to congratulate all our members and contributors who they contributed to the Doha Marathon. Thank you very much for your contribution. And I think we have to move on to our colleague from TomTom. I don't know if they are with us, Engineer Salim or Engineer Hajar from TomTom. TomTom, one of the sponsors for the Qatar Marathon. TomTom is leader in navigation systems and location intelligence industry, and they helped us a lot for the map rollout. We'd like to thank you, TomTom, deeply about your contribution and your collaboration with us to achieve the event. شكرا جزيلا. تمتم هي احد رواد صناعه الذكاء المكاني ونظم الملاحه الجغرافيه والجغرافيا الرقميه. هي شركه المانيه قدمت دعم كبير جدا جدا لنجاح ماباثون قطر من خلال ماب رولت وتحديث شبكه الطرق في الدوحه خلال الشهرين الماضيين. وهو كان شريك ورائي رئيسي ورسمي لماباثون قطر. إذا كان مش موجودين تمتم الآن، ممكن ناخذ كلمة سريعة من المهندسة أسماء الشايبي من الجمعية الليبية للمرأة في الذكاء المكاني، طالبة الكلمة، بعدها الأستاذ يحيى، و بس بسرعة وإيجاز. مهندسة أسماء، اوكي. طبعا عندنا برنامج رسمي احنا للايفنت اليوم، فيه برزنتيشن او فيه في عرض للمهندس عمر سليم، بس في بعض الاخوه اعتقد انهم طالبينك مداخلات سريعه، وبعدها نستاذن من حضرتك اخي عمر، ونعتذر منك على الاخلال بالبرنامج الزمني، ولكن خلينا نشوف الاخوه اللي طالبين الكلمه. خلينا نعطيهم الاذن بال unmute themselves. اوكي، تقدر الان تشغل المايك استاذه مهندسه اسماء، تفضلي. السلام عليكم، صباح الخير جميعا. بصراحه انا سعيده جدا جدا في نجاح مابتون قطر، واكيد نشعر بالفخر واعتزاز ان احد ابناء ليبيا هو من يقود
العملية هذه وأحد أبناء نقابة المهندسين ليبيا. طبعا أنا عضو صحيح في الجمعية الليبية للذكاء المكاني، ولكن نحمل صفة أخرى اللي هي النائب الثاني لنقابة المهندسين، النقابة العامة للمهندسين. طبعا أنا طلبت الكلمة لأن نبي نحاول أن ندير رابط ما بين كنقابة والاتحاد المساحين أو المساحة ومدينة مش عارفة سيد محمد قطر، أسف الصفة راحت مني. أيضا أنا ممكن أنتم خديتوا جانب آخر اللي هو تتبع ورسم قطر و لكن أنا وتتبع الكأس العالم، لكن أنا إحدى الناس اللي ما تبعتش ولا مباراة من كأس العالم لأني ما هيش هواية الكرة، ولكن تبعت خفايا كأس العالم اللي هي البنية التحتية والقفزة اللي حتصير لدولة قطر في مؤشرات التنمية المستدامة. صدقا وبصراحة أنا أتبع في جانب آخر اللي هو نشوف أهداف التنمية والمؤشرات والغايات، ونتبع بروحي من هناك هاي كيف ان الاحصاء اللي بيصير في التقرير الطوعي خلال الفتره الجايه اللي هو بشهر 6 ان حنطلع انها حتكون قطر اولى دول الوطن العربي في مجال المؤشرات في تحقيق مؤشرات اهداف التنميه المستدامه. فهنيئا لك دوله قطر، وهنيئا لشباب اللي شارك في هذه القفزه، ونتمنى من الله ان احنا نكونوا في القادم ان احنا نطلعوا من الحفره اللي واقعين فيها في مؤشرات التنميه المستدامه. هذا الجانب. الجانب الثاني فيه عندنا مبادره اللي هي لعمليه انشاء بنك معلومات واحصائيات خاص بالدوله الليبيه. فاتمنى ان دكتور عبد الرحمن بعد هذا الاجتماع نتواصل معك بطريقه افضل، وما نبيش ناخذ هالبواقت من الجماعه ولطرح هذا المشروع. مره اخرى تحياتي للاتحاد العربي للمساحين ولكل المهندسين اللي شاركوا في هذا العمل، يعني مهندسه بنت حيز شوي، لكل المهندسين اللي ساعدوا على نجاح هذا العمل نشكركم وبارك الله جهودكم. شكرا شكرا مهندسة اسماء. وباذن الله زي ما سمعتي من الدكتور محمد المري والدكتور سركيس فدعوس حيكون في فرصة للتواصل من أجل تطوير العمل النقابي في ليبيا، وعمل نوع من التعاون مع الاتحاد العربي المساحة بإذن الله. مهندس محمد الكفلاوي طالب الكلمة. مهندس محمد يريد بإجازة، تفضل دكتور مهندس محمد. السلام عليكم جميعا، تسمعوني؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اولا شكرا دكتور عبد الرحمن على اعطائي الكلمه، وما اريد اطول عليكم، بادرت اختنا بالشكر لكل جميع العاملين على هذا المشروع، وقطر بكونها اعطت صوره واضحه وجميله للعرب. كوني اني ساكن في المانيا مثل حضرتك، ما استرسلت بالكلام بانه كان ضغط علينا في اوروبا كيف راح يكون واجهه العرب أمام الأوروبيين. عندي بس سؤال سريع، المبادرة في العراق، أنا أصلي من العراق وحاب أعرف إذا أكو مبادرة أو أكون أنا وحلقة وصل في مبادرة عبر رسم الخرائط في العراق عبر الأوبن ستريت أو الجي آي إس، أكو في مبادرة أو أنا عندي اتصالات كثيرة وكبيرة في العراق لا زالت مستمرة، أكون أساعد قدر الإمكان في إنجاح هيك مشروع. مشكور جدا دكتور محمد كفلاوي من العراق الشقيق. نعم موجود معنا الدكتورة سحر الطائي والدكتور هنر من كردستان. دكتورة سحر على تواصل معنا، وهي قدمت طلب للانضمام للحصول على عضوية الاتحاد العربي للمساحة، فممكن نتواصل مع حضرتك بعدين بخصوص يعني تسجيل رسمي لجمعية محلية في العراق لـ Open Street Map Iraq، واللي هي حتكون منبر في Open Street Map Arabia اللي هو تحت مظلة الاتحاد العربي للمساحة. عندنا خارطة طريق متكاملة لهذا الموضوع، ويشرفنا أنك تكون أحد المؤسسين وتكون موجود معنا في الموضوع إن شاء الله. شكرا جزيلا، شرف كبير لنا دكتور، بارك الله فيك. العفو، لك شرف. أهلا وسهلا بك. Thank you very much again for your contribution for mapping Qatar for the FIFA World Cup 2021.
We would like to thank all our MABRs and contributors for their achievement. We have MABRs more than 60,000 buildings with very nice level of details because we were using not only mapping and digitizing and delineation, we were extracting data through the street level imagery and add features to the buildings, not only raster to vector, but fully semantic vectors. احنا ما كناش فقط نرسمه في المباني، كنا نستخلص في المعلومات والبيانات على المباني من صور الشارع الحقيقية ونعرف استخدامات المباني والواجهات وعدد الطوابق ونضيفه في البيانات هذه على البيانات المتجهية للبيلدينجز. So it was not only just mapping, but we had a very good level of details for the zones or the projects we have mapped in Qatar. So congratulations for all our mappers. We will move on to our colleague Omar Salim from Qatar. شكرا جزيلا اخي عمر، وانا اسف جدا اني تاخرت عليك في اداره الحوار. فمهندس عمر سليم صراحه هو يعني بصدق انا يعني نفسي هو من الهمني بفكره اوبن ستريت ماب اريبيا، لانه هو كان سابقنا بسنوات عامل اوبن بيم اريبيا، بيلدينج انفورميشن موديلنج اريبيا. وهو طبعا مهندس عمر صاحب أفضل وأروع محتوى عربي في نمذجة معلومات البناء على مستوى الوطن العربي، وعنده امباكت حتى دولي وعالمي. نسأل الله يجعله في ميزان حسناته إن شاء الله. إنسان مجتهد وعطاء متواصل بشكل يعني دار قيمة كبيرة جدا للمحتوى العربي، يعني ما كانش موجود اصلا في محتوى، هو اللي ولد او انجز المحتوى هذا من خلال صبره واهتمامه واجتهاده. فهنيئا لك اخي عمر، وشكرا لانك انت الهمتنا ان نفكروا في اوبن ستريت ماب اريبيا. اليوم اخي عمر المجال امامك، ممكن توصف لنا المبادره كيف جت وكيف صار وشن علاقه الشغل اللي عملناه ب المدن الذكية، وشن علاقة خرائط الأساس الرقمية والذكاء المكاني بالهندسة المعمارية والهندسة المدنية وتخطيط المدن وما إلى ذلك. سعداء جدا أنك تكون معنا أخي عمر، وسعداء أن احنا اليوم مع بعض سويا الفريق بالكامل نقطف ثمار هذا النجاح اللي الجميع ساهم فيه بشكل غير محدود. بارك الله فيك، تفضل يا أخي عمر. جزاكم الله كل خير. بداية أحب أشكر دكتور سركيس فدوس رئيس اتحاد العرب للمساحة على الدعم المستمر، ودكتور محمد المري، وسانكيو جافري فور يور سبورت. وطبعا شكرا للدكتور عبد الرحمن، دايما بتدينا كل جديد وبنتعلم منك كل حاجة جديدة إن شاء الله. دكتور احنا دلوقتي عندنا تحدي كبير جدا، زي ما شفنا في كوفيد 27 اللي كان موجود في مصر، ان احنا عندنا مشاكل كتيره جدا سواء على مستوى كرة ارضيه او سواء على المدن بتاعتنا فيها مشاكل كتيره جدا، واحنا لازم نصممها مظبوط. مهندس حسن فتحي بيقول كمهندس طالما عندي القدره والوسيله ان انا اريح الناس، فربنا مش هيسامحني ان انا ارفع درجه الحراره 17 درجه مئوية متعمدا خلال ان انا بعمل ازاز واجهة الزجاجية المبنى. نفس الموضوع بالنسبة للمدن، انا ممكن اصمم مدينة، تصميم المدينة ده يؤدي لوجود جرائم كتير جدا، يؤدي الناس تحول لمجرمين، او اصممها بشكل يؤدي الناس كلها عارفة بعض والناس كلها عايشين مطمئنين مع بعض. زي ما تشرشل كان بيقول، احنا مصمم المدن او المباني وهي بتعيد تشكيلنا، هي اللي بتصممنا تاني. فعشان كده محتاجين ان احنا نصمم المدن بتاعتنا بشكل مظبوط، لان احنا فوجئنا ان المدن فيها مشاكل كتير جدا من اول نشأتها في فرنسا وبريطانيا، نتيجة انها الناس كلها بتهاجر ليها، فبيحصل مشاكل كتير سواء في الصرف سواء في النقل سواء فأمراض كتير جدا انتشرت. وزي ما شفنا في كوفيد 19 ان المدن اللي فيها كثافه كبيره جدا حصل زي ووهان اللي في الصين او نيويورك، كانت اكتر مدن اتصممت فيها مشاكل. فاحنا عشان كده محتاجين ان احنا نصمم المدن بتاعتنا بطريقه ذكيه، نحافظ على البيئه الطبيعيه والبيئه التاريخيه، ويكون في امكانيه للمشي والدرجات ووسائل النقل العام.
واحنا شفنا لما قعدنا في البيت فتره طويله كان في مشاكل كتير جدا احنا مش قادرين نقعد في البيت، نتيجه ان البيت مش مصمم الناس تقعد فيه، البيت مصمم ان انت بتيجي تنام فيه. فعشان كده محتاجين ان احنا نصمم صح، وعشان كده محتاجين ان احنا نصمم للانسان ونصمم كل حاجه صح. طيب عشان نصمم المدن فاحنا محتاجين حاجات كتيره جدا، من ضمنها ان احنا يبقى عندنا خريطه تفاعليه نقدر ان احنا نعتمد عليها. فالوسائل لما جينا شفنا ازاي نصمم خرائط وبنيه تحتيه لانها مكلفه جدا ما تناسبش كل البلاد، فكان حل قوي جدا الاوبن ستريت ماب، يساعدنا ان احنا نعمل نموذج للبنيه التحتيه يساعد الناس اصحاب اتخاذ القرار انهم ياخدوا القرار المظبوط. حتى وانا بصمم مبنى بحتاج المكان اللي حواليا عشان اشوف الدراسه للظل والحاجات دي كلها، فالاوبن ستريت ماب انا بستخدمه على دائما في الشغل بتاعي على اساس ان انا اشوف المباني اللي حواليا الارتفاعات بتاعتها والرياح والحاجات دي كلها. وهي ميزتها انها اوبن سورس، فاي حد ممكن يستخدمها من غير ما يبقى عنده فلوس. قاعه البيانات بتاعتها متوفره لاي حد ممكن ان هو يستخدمها. الحمد لله بنتعامل مع كل الناس زي ما دكتور عبد الرحمن بيقول. اخر دوله شغالين معاها جزر القمر، دوله عربيه بنتعامل معاها ان احنا نرسم ونعمل نموذج بحيث ان اي حد مصمم عمراني او مصمم مباني او حد عايز ياخد قرار يقدر ان هو يشوف على الطبيعه 3 دي كل المباني، وان شاء الله هندخل فيها كل المعلومات. وفي كذا مشروع موجود في مصر حاليا، وليبيا ما شاء الله عاملين جهد كبير جدا، وكذلك في قطر، وان شاء الله كل الدول العربيه نقدر ان احنا نتعاون معاهم ان يبقى عندهم خريطه ثلاثيه الابعاد كخطوه ان يبقى عندهم مدن ذكيه. يعني العراق مثلا على سبيل المثال عملت خطوه قويه جدا في موضوع المدينه الذكيه، ان هم بكل سهوله قدروا يعملوا في من ضمن الحاجات في مدينه المدن في سلال القمامه حاطين سنسور بحيث ان هو لما يتملي يبعت لعربيه القمامه اعزكم الله تيجي تاخد القمامه مكانها. فدي فكره بسيطه لكن بتسهل ان المرور يبقى اسهل بكتير. اوبن سيت ماب ليها مزايا كتيره جدا، زي انها هتساعدنا ان احنا نعمل مدن ذكيه، نحط المعلومات. والموضوع المدن الذكيه ده رقم 11 في اهداف التنميه المستدامه. احنا عندنا اهداف التنميه المستدامه اللي هم 17 هدف على مستوى العالم اللي هم 2030، بنلاقي رقم 11 هو ان احنا نعمل مدن ذكيه، ونقدر ان احنا من خلال الاوبن ستريت ماب نتعاون في الاهداف الثانيه زي الهدف السادس اللي هو الحصول على المياه النظيفه، الهدف الثامن اللي هو النمو الاقتصادي، يبقى في اماكن رعايه صحيه وتخطيط المدن بحيث ان عربيه الاسعاف تقدر توصل بسهوله جدا لمكان المصاب، كل دقيقه بتفرق للمصاب. رقم 9 اللي هي الصناعه والابتكار والبنيه التحتيه، ده جزء جدا بيربط بين الاوبن ستريت ماب والمدن الذكيه ان احنا نقدر نحط كل المعلومات اللي احنا محتاجينها عشان ناخد القرار. العمل المناخي من ضمن الحاجات الطرائف، ان كان احد الدكاتره بيسالنا انتوا ليه بتدرسوا الاوبن ستريت ماب؟ الاوبن ستريت ماب ده احنا يعني بنستفاد منه ان احنا نعرف اماكن الامراض، يعني مش متخيل ان هو مفيد لشغل البنيه التحتيه وشغل المهندسين، فاكر ان هو خاص بالاطباء. فالاوبن ستريت ماب لان هو مفتوح المصدر كل الناس تقدر انها تستفاد منه، نقدر ان احنا نحدد اماكن انتشار الامراض الكوفيد 19 مثلا انتشر فين، ونربط بينها وبين الميه والهواء بحيث نكتشف سبب انتشاره وازاي ان احنا نقدر ان احنا نتحكم فيه. فهو قاعدة بيانات جغرافية عالمية موحدة نقدر نحن نضيف في المعلومات عليها، نقدر نحن نستفاد منها، نقدر نعمل البرامج اللي احنا عايزينها. فده هيبقى حاجة نقدر نشتغل عليها ونطور فيها بحيث هدفنا ان المدن بتاعتنا كلها تكون ذكية، نقدر نحن ناخد قرار زي ما شارل ديجول كان بيقول لو انت عايز تتكلم في السياسة انظر الخريطة، لو احنا عايزين نتكلم في تنمية اقتصادية لازم نبص الخريطة، التنمية المستدامة لازم نبص الخريطة. فلما يكون عندنا خريطة ذكية سمارت بنحط فيها كل المعلومات اللي احنا عايزينها دي هتسهل لنا كتير جدا. والاوبن ستريت ماب في مزايا كتيرة جدا بتفيدنا كمدن ذكية، لكن يعني يطول الوقت في شرحها. فجزاكم الله كل خير وشكرا جدا دكتور عبد الرحمن فرجاني، الف شكر. شكرا مهندس عمر، بارك الله فيك على التوضيح. Our colleague عمر tried to highlight the relation and importance of having open source and open map built by the contributors to support a lot of applications that need special and special temporal analysis for the durable development and sustainability of cities.
and the implementation of smart city concept. OpenStreetMap could contribute for the implementation of smart city. So thank you very much, Omar. Now I have shared the links to the projects where we are mapping in Doha. We will have a mapping session for only 30 minutes if you are interested to map with us. We are not going to make rooms. We will stay at the same room. We will start mapping and exchanging and dialogue about the World Cup, about Qatar, about OpenStreetMap, about any subject or any issue related to the location intelligence. So you are welcome by any language, Arabic, French, English. We can make it open discussion in the chatting, or unmute yourself and or share your screen if you would like to show us what you are mapping. So we move from the talks and the keynote speakers to the practical part of this event. So الآن سنبدأ في ننتقل من المداخلات والكلمات إلى الجزء العملي في هذا اللقاء، وهو مشاركة في رسم خريطة الأساس على منصة خريطة الشارع المفتوحة من خلال الـ Humanitarian OpenStreetMap Team. حنعطوا فكرة كيف رسمنا وكيف وصلنا للي احنا رسمناه، شنو هي الأدوات وشنو هو المحررات أو شنو هو السوفتوير اللي استعملناه في الرسم، وكيف عملية الفيزواليزيشن وعملية الإكستراكشن للفيتشرز وعملية استخلاص البيانات واستقراءها من الخريطة، وممكن إذا كان سمحنا الوقت نوره حتى المنصات اللي نقدر نعمل منها ريتريف أو سحب أو داونلود للبيانات اللي ممكن نستعملها في تطبيقات نظم معلومات جغرافية أخرى تكميلية لما تم جمعه وتأسيسه في OpenStreetMap. فأنا عملت مشاركة للينكس لمشروعين في قطر، فبليز feel free to start mapping with us on those or both projects if you are interested. And by the way, we will share later on the link where we are going to make a fundraising for our commerce community. They have some challenges for mapping commerce. They need some help to collect fundraising to buy some laptops or some PCs and to enhance the infrastructure for the local contributors and mappers to allow them mapping commerce. عندنا مبادرة اللي هي عملية من خلال مابثون، سلسلة مابثون اللي عملناها خلال الفترة الماضية، قررنا ان احنا يكون الايام الجاية هذه ان شاء الله نعمله مشاركة لرابط ممكن نعمله منه الشاريتي او نعمله منه تجميع لمساعدة مالية لدولة عربية وهي جزر القمر، تحتاج إلى مساندتكم ودعمكم لشراء أجهزة كمبيوتر وشراء اشتراكات إنترنت لرسامي الخرائط اللي موجودين في جزر القمر نظرا للظروف المادية الصعبة عندهم والبنية التحتية الصعبة عندهم. فكـ OpenStreetMap Africa و OpenStreetMap Arabia قررنا أن احنا على هامش هذه النشاطات زي ما تطوعنا وتبرعنا بوقتنا وبمهنتنا وبمجهودنا ان احنا نرسم الخرائط، كذلك شوفوا زملائنا اللي ما عندهمش اجهزة كمبيوتر او ما عندهمش هواتف او ما عندهمش امكانية ان هم ادوات يرسموا بها، فممكن نساعدوهم حتى لو وصل الامر ان احنا نعملوا كول فور كل يعني نديروا نعملوا نداء للتبرع من أجل شراء بعض الحاجيات الأساسية لزملائنا وأخوتنا في جزر القمر. جزر القمر تحتاج إلى دعم،
وبإذن الله حنشارك معاكم من خلال الجروبس اللي عندنا. احنا عندنا جروبس على الواتساب على الفيسبوك. الليلة بإذن الله حنشارك معاكم اللينك اللي تقدروا من خلاله تبعثوا يعني تبرعاتكم لصالح جزر القمر إن شاء الله. وهذا نوع من الـ من الـ من النشاط الإضافي اللي استجد على نشاطات أوبن ستريت ماب، واللي منها اللي إحنا نقدروا نعمله كاباسيتي بيلدينج، وكذلك ندلل الصعاب أمام الناس اللي أوريدي عندها مهارة وعندها سكيلز ولكن ما عندهاش الأدوات، ما عندهاش الإمكانيات، ما عندهمش كمبيوتر، ما عندهمش إنترنت، ما عندهمش كذا. فإحنا نحاول نساعدوهم ان احنا نجمع لهم اموال ونبعثوها لهم، ننشر لهم بعض الحاجيات الاساسيه. طبعا هذا الكلام كله يتم بشفافيه تامه عن طريق اطراف او الاوبن ستريت ماب افريكا ومشروع فريق العمل الانساني لرسم الخرائط التطوعيه. وهذا باذن الله حيكون له دور كبير في دعم الكوميونتي في جزر القمر. حنوفيكم لاحقا بالرابط اللي ممكن تعملوا التبرعات من خلال إن شاء الله. Thank you very much. We are going to share later on the link for fundraising to help commerce community, OpenStreetMap commerce community, where they are suffering with a lot of challenges. They don't have enough material, computers, and internet connections infrastructure. So we are going to make fundraising for them. As a fruits of these efforts we have tackled and done during the last few weeks, we will look forward to have your generous donation to help this community. Thank you very much. And please, who would like to share his screen during the mapping? Jeffrey, if you would like to give a brief, because I need your help, I think, sharing your screen, if you don't mind, if you are okay, or anyone else, help me to give a brief about the concept of mapping on OpenStreetMap, just to highlight the fundamentals, how to start and how to use OSM and how to contribute to OpenStreetMap. Jeffrey, Omar, anyone of you, if you would like, if you don't mind, to share your screen, please. Just to give highlight about fundamentals of mapping. Sure, I can do that. I can share. Do you like me to use ID editor or Josim? As you like, when you prefer. Okay. I was already mapping using Josim, so I'll just give an overview of how to use JOSIM to do the mapping. But I think later on it would be nice also, Dr. Parman, if you can also show how to use the mapillary to add like building levels and all that, because when you showed the, when you were showing the 3D map of Qatar, it looked really beautiful. And I think that's because more detail has been added to the map. So let me just share my screen and do a quick overview of how to get started with mapping. So just a second. To give a special thanks to our contributors during the last 2 months. They were seriously mapping with us in Qatar. So we have mapped more than 60,000 buildings in Doha, which is remarkable. Thank you for your efforts. Thank you very much. Special thanks to Engineer Manahel Nadmi from Libya, and Engineer Omar Salim for the efforts for the validation and for the mapping. Thank you very much, Omar. Yeah, I hope you can see my screen. Yes, go ahead, Jeffrey.
Yeah, thank you. So the tool that we are using for the collaboration to map Qatar is called the Tasking Manager. And it is found at tasks.hotosm.org. And basically what you need to do is to log in with your OpenStreetMap account. So you don't need to create a new account on the Tasking Manager. You just have to log in with your OpenStreetMap account. So that's the first thing you would do. If you don't have an account already, you can create an account on OpenStreetMap by going to osm.org. But once you have the account there, then you can log into the Tasking Manager with that account. So the project that we have two projects for Qatar. So you can either come here where there is Explore project, and then you search for Qatar. All the projects that are available for Qatar will pop up. So you can see here the progress. So this one is completely mapped and validated. This one, which is Qatar 3, which we are going to map today, is project 163653. So 13653. And once you are here, you can already see 6 people have already contributed to the project. It is at 14%. And basically what I will do here is to go to contribute. And once I'm on contribute, I can see the tasks that are available for mapping here. So the white squares are the ones that are available for mapping. The ones that have a padlock on them are the ones that people are already mapping. The ones that are green, so the ones that are blue, people have finished mapping them, and then they are supposed to be validated. They're supposed to be checked to make sure the data quality is good. And once that is finished, they are changed to green, meaning that the mapping is fine, it's completely okay. But if the mapping wasn't done properly, then it will be changed to yellow, which means more mapping is needed. So so what you're supposed to do is to just to go ahead and select a square. So I've been mapping, I already have a square which I've selected here. So I'm just going to say resume mapping. But before clicking there, there are several editors that you can use. There is RapidD, there is ID editor, there is JOSIM. So I'm going to show JOSIM, and maybe another person will show ID editor. But for now, I'm going to show JOSIM. So I'll just go ahead and click on resume mapping. And once I click on resume mapping, my task is going to open in JOSIM. So this is the area that I am mapping here. And the image area that I'm using has been loaded automatically, which is Maxa. Okay, so from here I can see some of the features which have been mapped already. So there is this blue eye. I can hide the imagery. So I can see some buildings have been mapped here. But also there are some buildings here which are not yet mapped, which I'm going to map. So yeah, these are like, I think, apartments, depending on like the structure, but I'm going to get my tool here. So JOSIM has different tools to use. So I'm going to use the buildings tool here, and I'm going to trace my my building. So I'll first start with the basic shape here. But then I'll get this tool here, which is called the Create Areas tool, and try to make the shape. So I'm using the roof of the building to get the shape.
But after that, I will have to move my my drawing to the foundation of the building, because when we do mapping, we map the foundation, not the roof. But I'll use the roof to help me get the shape of the building. And one question I had for Dr. Mohammed, I don't know if he's still on the call, was that is there a high resolution imagery, maybe drone imagery, maybe satellite imagery, which is high resolution, that is openly available for Qatar, that can be, you know, made available for mapping in OpenStreetMap? Because one of the challenges we have is if the resolution is not very good, then it somehow compromises with the quality of the edits. So I'm just wondering if there is imagery that is available for Qatar that is open. So I've drawn my shape, and maybe Mr. Omari also knows the answer to that question. So I've made my drawing, but now I can see the foundation passes here. So I need to move this building over to the foundation here. So that's where my building is. So the good thing is that these apartments, they look similar in shape. So I can use that advantage and just copy this to here. And also the other important thing is that I'm saying I have to add like attributes. So this building is building equals yes. I don't know if it is a hospital, if it is an apartment, I'm not sure. So I'm not going to add other details because I don't know them. But because it's a collaborative map, another person can always come and add those other details, especially the people who are from Qatar. So I'm going to just press Control D, and that helped me to just duplicate my building. Then I'll press it very well. Here. Yeah. So I'm going also to duplicate it here. Yeah, and if you want to try out JOSIM, you can just download it from the internet. It's a very light application, easy to install. But once it is installed, then you can start using it to map. So yeah. When you look at this building, you may think that that the shape is not correct. I mean, the alignment, but it is because when we do mapping, we want to map the foundation, not the roof. So that is important, like for navigation. If a car is, you know, passing through these two buildings, you don't want the road to go through a building. You want the road to go because the road is on the ground, and other use cases. So when you download a task for mapping, so you're supposed to map within this boundary, but there are some buildings, for example, like this one, which is on one side is this way in my task, the other side is the other side. So it is advisable also to map that building, which is on the boundary. So I'm done with this. So I'm also going to map these two. So I'll just again get my buildings to here. And I can go ahead and get to the first shape. Then I'll use my X tool to try and get the shape right.
Yeah, and if you have any questions, you can ask either in the chat, or you can unmute and ask, or you can put up your hand and we allow you to ask your questions. Yeah, and if you want, you can also share your screen and ask. Thank you very much, Jeffrey. I'd just like to ask Dr. Mohamed Al-Marri if he's still with us. Dr. Mohamed, هل أنت ما زلت موجود معنا؟ لو سمحت. مرحبا دكتور، موجود. أهلا بك. هو في السيد جيفري كاتريجا، هو طبعا مسؤول اوبن ستريت ماب افريكا ومن هيومانيتيريان اوبن ستريت ماب تيم، وهو صاحب يعني جزء كبير من الدور في الكاباسيتي بيلدينج وفي التريننج على منصه الاوبن ستريت ماب بشكل عام. ووجه لحضرتك سؤال بخصوص المرئيات وخصوص الكلوز رينج إمجري اللي هو الدرون إمجري. سأل إذا كان في بالإمكان الحصول على مصادر مفتوحة أو بعض الصور اللي تساعد فرق الأوبن ستريت ماب لرسم مباني بشكل أدق في قطر، فهل عندكم جزء من صور الدرونز مفتوحة اللي ممكن نعملوا زي الاتفاق أو نعملوا زي التعاون مع بعض عشان تعطوا جزء منها للأوبن ستريت ماب تيم عشان يرسموا رسم صحيح ودقيق؟ دكتور محمد، يبدو أن فقدنا. I've tried to ask the question for Jeffrey to Dr. Muhammad about the drones. Yeah, he's back. مرحبا دكتور أشرف، الحين طلعت. فهو جيفري كان يسأل على إمكانية التعاون مع OpenStreetMap Arabia بخصوص مابينج الدوحة. نعم. من خلال التعاون مع بعض تزويدنا ببعض المرئيات، بعض الصور الدرونز لبعض المناطق اللي ما عندناش، اللي جودة صور المرئيات الفضائية شوية الريزوليوشن بتاعها ضعيف شوية، فأحيانا تسبب لنا خلل في دقة الرسم. فيسأل جيفري، سألك سؤال، قال لك هل بالإمكان أن احنا نتعاون في هذا المجال وتزودونا ببعض الأجزاء من درونز لقطر أو لا؟ بالعكس ما يمنع، بس تعرف إجراءات حكومية لازم يكون في طلب رسمي عشان توافق عليه الإدارة العليا، لأن تعرف في بعض المناطق تكون فيها سيكوريتي أريا فما يوافقون الدولة، فلا يمنع أن تأخذون جزئية معينة وتطلبونها، وحنا إن شاء الله نتخاطب مع الإدارة العليا ونرسل لكم إن شاء الله. ان شاء الله طبعا، اكيد وفق السياسات المعمول بها والقوانين المعمول بها، يعني اكيد يعني. اي نعم، لا بالعكس احنا نتعاون معاكم، بالعكس شيء طيب. شكرا دكتور محمد، وممكن ان شاء الله يكون حتى المشروع يعني جزء من المبادره، لان هي اكبر ثمارها بانت الان في في في, في الدوحه اللي هي ثمار الاوبن ستريت ماب اريبيا، فممكن يكون الدوحة لها دور كبير حتى في 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 مبادرة الأوبن ستريت ماب إيرابيا بشكل عام، ممكن حتى يكون جزء من إدارتها، يعني يكون بالعكس إن ندعمكم دائما إن شاء الله. الله يبارك. So it's okay Jeffrey, just we have to make it officially for the drone imagery. Dr. Mohamed says that you are welcome within the rules and regulations of the government and the requirements of the data policy of Qatar. But they are open for that. They can provide drone imagery for certain zones. That's interesting. That would be really nice to
Yeah, because we do have, we have a platform called Open Aerial Map where that imagery can be uploaded and then can be made available for mapping through OpenStreetMap. But we can also, if it is hosted like on a particular server, they can share like a link and then we can have it available as custom imagery and use it for mapping in OpenStreetMap. So that sounds good. I think that'll be really something nice to follow up on. Yeah, that's really good. Yeah, so for those who are following along, I'm just trying to make sure that I've digitized all the buildings in this square or this task before I mark it as complete. So I can see that it's this tall building, long building, which is touching this square, but is also in the other area. So, but I'll map it. So I think I am done. There are some things here on the street, but I think they are buses. Maybe someone from Qatar can confirm here, but I think these are buses. Would you agree with that, Dr. Brahman or Mr. Omar? Do you think these are buses? Because they are right in the road, I think. I think they are containers, I think. Yeah, because like this one is right in the middle of the road. Yeah, yeah. There are some containers. Okay. So it's a shipping yard. Okay. Okay, there might be containers, okay. Here appears the value of street level imagery. If you use mobility, you will make sure that can confirm. Confirm, yes. Let me see if I can get my mapillary data in. So to add mapillary data in JOSM, you have to add a plugin. So if we go to edit preferences and then plugins. I can search for the mapillary plugin and click OK. So if there's mapillary data here, then I can use it to verify whether these are buildings or containers or buses. Okay, this requires me to restart my JOSM to be able to use the mapillary data. So I'm just going to upload my changes first and then I'll restart JOSM. So I've restarted my JOSM, but now I need to restart my my project. So I just come down here and I say reload editor. I click on JOSM and then the task will open up again. Okay, so if I go to imagery now, I can see there is a new layer here called mapillary. Is a newer version of JOSM, please update. So the mapillary data is not showing up. I think it's because my JOSM version. Jeffrey, excuse me, you can make shift comma.
Shift comma. Yes. Does that load mapillary data? What's yes, the shift comma, yes. Okay. Yeah, I've done that, but it's not showing up still. But I think it might be because of the version of my... let me try the ID editor to load the same area. So I'm going to go to ID editor here. So the data that I had uploaded in JSM is already showing up in ID editor, which is good. Yeah, so if I go to my settings here, one of the background settings I can load would be overlays, and then how do you bring in mapillary data here, Dr. Abdurrahman? Yeah. Should it be under overlays? Yeah. No, data, yes. Okay. Yes. Photo overlays, and then I can choose mapillary. Yeah. So just waiting for it to load. And it is possible that there is no mapillary data in this area. So it's not that mapillary data is available everywhere. That's the other thing to be aware about. So I've loaded the mapillary data, but I think it's not available in this area that I'm zooming in. Yeah, I think if it was, then it would be showing up here. Can you share location in the chat? Yeah, sure. But then I can't because it's the task is locked by you. Yeah. I can't edit it in the same time. But anyway, share it, please. Share the location. Okay. I'll share the coordinates here. And I think, I can see the, there is a link that has been shared by Dr. Mohammed. I think it is today, maybe for the open, the image array. So let me just check it out here. شكرا دكتور محمد على مشاركة اللينك. All right, so I think for now I'm not going to map these, if they're containers or buses, I'm not sure, so I'll not map them as buildings. So what I'm going to do, I'm going to say I've completed this task. So is this task completely mapped? I'll say yes. And I'll add a comment. What is the task number? Yeah, so the task number is... let me check again. So I'll make double check during the validation. Yeah, the task number is 887. Okay. 887. So when you do validation, you can check and confirm. So I've just mapped one task there using ID editor. Sorry, using JSON, but I'm going to map another one now using ID. So I'll just go to the next one here. And I'll go to ID editor. And then I'll say map selected. Mm-hmm.
So I can start with this building here. So in ID editor, we use the area tool to map. Yeah, if there's anyone who'd like to share your screen or you have a question or you want to share something, feel free to do so. You can put up your hand or you can mention in the chat that you have something to show. Then we can allow you to share your screen. So one thing with Jozim is that when we draw something, you're supposed to give it a tag. So I need to tag this building. So I'll go ahead and tag it as a building. But I think it has, I need to still move it. I've drawn the roof, but I still need to move it to be able to draw the foundation. There's still some kind of shed here, which I've not yet drawn. So I need to add something here. So I'm going to come where there is this arrow and then add a new node. Even here, I'll add a new node. So then I'll grab this node in the middle and move it like that. There is another extrusion here. Okay. So the last thing I'll try to do would be maybe to square the corners of my buildings. So I'm going to right click and then click on square so that the corners are all square. And now I can try to move it just to make sure that I've mapped the foundation. Jeffrey, excuse me, please. I just like to introduce some members of OpenStreetMap Arabia to you and to Dr. Sarkis Fedous, because I think he has another meeting. So just I'd like to use this advantage to introduce you, Jeffrey, and Dr. Sarkis to our colleagues from the Arab community of OpenStreetMap Arabia. We have Dr. Sahar Attai from Iraq, and we have engineer Elias Abu Bakr from Algeria. So they are members of OpenStreetMap Arabia. And my name is Taghlil Fursa, بنقدم للسيد الدكتور سركيس فدعوس. نقدم لك زملاء اللي معانا يشتغلوا تحت مظلة الاتحاد. ممكن ما سبقتش الفرصة أن حضرتك أنت كرئيس اتحاد الدكتورة سحر والدكتور والأستاذ إلياس أبو بكر فيما سبق تلاقيته في عدة لقاءات، ولكن ما صارش يعني نقاش كتير، وكلهم منهمكين في العمل ومركزين على العمل، ولكن هم سعداء جدا يكونوا معانا اليوم، ونستغل الفرصة نقدمهم لك بشكل مباشر نزيد نعرفك عليهم أكثر، وبإذن الله المدة الجاية هم حتوصلك طلبات انتسابهم إلى الاتحاد إن شاء الله كأعضاء رسميين في الاتحاد العربي للمساحة. يعني ممكن معنا الدكتورة سحر الآن، ممكن تتفضل، وبعد الأستاذ إلياس أبو بكر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم دكتورة سحر. نعم دكتورة سحر سعيد قاسم الطائي من جامعة الموصل للعراق. أتشرف بالانضمام لهذه القامات العلمية الموجودة الآن، واللي تدير هذا المحفل العلمي الكبير اللي هو موجود. إن شاء الله نحن موجودين وعلى أتم الاستعداد لأي تعاون علمي في نظام المساحة
وخريطة الشارع المفتوحة اللي تعتبر الآن أحد الوسائل العلمية الدلالية الآن اللي هي موجودة على مستوى العالم وليس فقط على مستوى الوطن العربي. فأتشرف بالانضمام لديكم معكم إن شاء الله تعالى. أهلاً وسهلاً بكم بكل أخصائيين موجود في الوطن العربي. هذا الاتحاد هو يعني هو مظلة لكم، لأنه نحن علينا نعمل رسالتنا وحيجي الناس من بعدنا بيكملوا الرسالة. وأهلا وسهلا بكم جميعا بكل الإنسان. ما أنا وجهت دائما عم بوجه دعوة لكل الناس الموجودين في الوطن العربي. نحن في عدة لجان علمية ومهنية موجودة عندنا، ممكن يعني تتعرف أكثر. في بعض الأخوة من العراق اتصلوا فيه كتير يعني، حتى بس دائما يمكن ما تنزعجوا مني إذا قلت كل مرة كل ما بحكي كلمة مع حدا الكلام الكتير ما بحس أنه إلا القليل بيكون فيه منه يعني فائدة بالانضمام أو بالمشاركة الفعالة. ومتشرف بوجودكم معنا دكتورة، أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا دكتور. شكرا دكتور سركيس. شكرا دكتورة سحر. As we agreed last night, Jeffrey, to have the first marathon for the next year, for the new year, going to be Algeria. So welcome Elias Abu Bakr from Algeria. He is the coordinator for OSM Algeria, and he is the one going to be the focal person to the organization of Algeria Marathon for January. الياس أبو بكر بارك الله فيك، شكرا لتلبيتك الدعوة. البارح أنا والسيد جفري قررنا أن نكون الماباثون القادم اللي هو النسخة ماباثون أفريقيا الشهري، يكون النسخة القادمة لشهر الأول من السنة الجديدة يكون عندكم في الجزائر. فتفضل سيد الياس، وانت بعت لي المستندات وبعت الطلب للانضمام للاتحاد العربي المساحة للعمل ضمن مشروع خريطة الشارع العربية المفتوحة. تفضل السيد أبو بكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور بارك الله فيكم على هذا اللقاء الثري يعني، وأتشرف في حضوري والانضمام إليكم في هذا السرح الكبير الذي يعني فيه فوائد جمع في عدة مجالات، خاصة في مجال الرقمنة ومجال الجي اي اس. كما يعلم الدكتور يعني عبد الرحمن أن لدينا بعض الخبرات المتواضعة، وماذا بينا يعني نتبادل الخبرات في مجال المساحة ومجال الرقمنة. فنشكركم وأرجو منكم يعني قبول طلبي في الانضمام إلى الاتحاد العربي للمساحة، فهيكون إن شاء الله لقاء ثري في جميع المجالات، خاصة مجال الجغرافيا يعني بصفة عامة. بإذن الله هيكون في تعاون كبير مع الاتحاد، بما أن أصبحت الأوبن ستريت ماب إريبيا أو خريطة الشارع المفتوحة العربية من ضمن الاهتمامات الرئيسية للاتحاد العربي للمساحة. هيكون في دعم كبير فني وتقني ومظلة قانونية ورسمية اللي تقدروا من خلالها يعني تقوموا بالكثير من المناشط اللي تهدف لبناء المجتمع المهني في على المستوى المحلي في الدول العربية. وإن شاء الله نطلع أن نسمع منك أخبار جيدة فيما يخص تأسيس جمعية للعمل التطوعي لخريطة الشارع المفتوحة في الجزائر بشكل وتسجيلها بشكل رسمي كما وعدتنا إن شاء الله في أقرب فرصة سيد الياس. إن شاء الله دكتور، نحن مستعدون دكتور، نحن الآن ننتظر يعني أوراق الاعتماد، لأنه عندنا قوانين داخل الدولة الجزائرية تنظم هذا المجال، خاصة في إنشاء الجمعيات يعني الوطنية أو الدولية، وهذا ما نصب إليه. إن شاء الله تكون الأمور كلها وفق القوانين والتشريعات المعمول بها في كل دولة على حدة، ووفق المتطلبات والشروط الخاصة بكل دولة.
وتكون العمل مقنن وعمل قانوني ومنظم وشرعي وفق السياسات الخاصة بكل دولة يعني. إن شاء الله. مشكور جدا. So it's confirmed, Jeffrey. We will have the first marathon for the new year, Algeria. So it's over to you, Jeffrey. Please, you can go ahead. Back to you. Yeah, Jeffrey. Thank you. Thank you very much. And nice meeting, Elias. And thanks for the confirmation that we can map with Algeria in January. Looking forward to that. So I'm going to share my screen again. Okay, so so something very interesting here. I was wondering why my mapillary data is not showing in my my ID 8 and my just, and then I remembered because we have a problem where I am based. So I'm based in Uganda, and Facebook is actually banned here. So if anyone wants to access Facebook, then they have to use a VPN. So because Mapillary is a Facebook product, even Mapillary images are blocked. They won't, data won't appear. So that's why my Mapillary wasn't showing earlier. I've just remembered why. But so I'll just go ahead with the mapping. But yeah, if anyone wants to show us how to use Mapillary data to update like building levels and other details, maybe you can do that, Dr. Brahman, if you're okay with that, or Mr. Omar. Okay, I can do that. All right. Thank you very much, Jeffrey. So I'm gonna share my screen to show how to twin the satellite imagery with street level imagery through Mapillary application, which help a lot to understand the nature of and the mode of the street view, where we can distinct and extract a lot of data and special information about the road. So as you see here, we have the buildings, but we don't know how many stories they are. And you have remarked that the 3D city model, when we showed that the levels of buildings and the real height of buildings, they appear very nice and clear. So how we did that, we used Mapillary, as Jeffrey said, edit preferences, you can add the plugin, you can add Mapillary, and you can create an account login through your account, associate your account in JOSM with your account in Mapillary. You can have separated an account for Mapillary. Then you associate your Mapillary account to your JOSM and OpenStreetMap account. So let's say we have already the Mapillary plugin or the add-in installed. Then you have to press shift comma to have the data downloaded for the view. When we click on the cones here, for example, we would like to map, for example, this building, and we don't know how many stories is this building. So we choose this one, for example. If you can see the cone direction to the direction of the building. So when we click here, it appears with the real height. كيف نقدروا نعرفوا ارتفاعات المباني؟ نقدروا نعرف ارتفاعات المباني واستخداماتها والكتابة اللي مكتوبة عليها أو اللافتات أو استخدام المباني من خلال اللي هو التصوير للشارع اللي يتم عن طريق تطبيق المابيلري أو عن طريق تطبيق كارتا فيو.
المابيلري طبعا هي منصة كانت مستقلة وبعدين شرتها الفيسبوك، فأصبحت هي أحد منتجات فيسبوك أو أحد البلاتفورم اللي تدار عن طريق فيسبوك. ولكن كارتا فيو أيضا هو مصدر المصادر الصور اللي تسمح بالاطلاع على الشارع واستفادة من صور الشارع في عملية الرقمنة أو عملية الديجيتايزنج للمباني. الآن إحنا عندنا مثلا هذا المبنى، فنقدر نعمل مثلا زوم عليه أكثر، افتح لي نافذة. لما بمجرد ما عملت كليك على الأيقونة هذه الشارع افتح لي نافذة فيها الصورة الحقيقية للشارع، فهنا نقدر ندير زوم أكثر ونقدر نعرف حتى شنو مكتوب مثلا عليه المبنى، بالتالي نقدر ندخل أكبر قدر ممكن من البيانات اللي ممكن تفيد الخريطة، فنقدر نتنقل بالطريقة هذه. وطبعا كل ما نتحرك بالسهم هذا اللي في الأسفل هنا، كل ما نتحرك عليه التراك بتاع الإيميجز أو مجموعة من سلسلة من الصور اللي تم التقاطها عن طريق واحد المتطوعين اللي قام برفع هذه الصور. مثلا خلاص أنا الهدف أنني نبي نرسم المبنى هذا، فأنا حابب نعرف كم طابق، فهو من صورة المرئية الفضائية ما يبان ليش، يعني حتى لو كان أنا درت تحليل للظل، فهذا مش منطقي إن أنا مجرد نعمل contribution ونعمل digitizing سريع ريموتلي، مش منطقي إن أنا نقعد نحلل في الظل ونعرف من خلال الظل كم طابق، فهذه عملية مش منطقية يعني. فأنا من صورة الشارع الحقيقية الآن عرفت إن أنا عندي هنا عدد الطوابق هو طابقين يعني. فأنا المبنى هذا اللي واضح قدامي لما بنرسمه، حنرسم building الطريقة هذه، ديما ناخده الضلع الطويل، وبعدين نضيف بعض التفاصيل للواجهة، نعمل اكس انتر او اكس من الكيبورد ودبل كليك، نضيف الجوينتس هادو، نرجع هذا للخلف شوية عشان نعطي الواجهة زي ما نشوفها في المسقط الأفقي للبيلدينج. بعدها حنجي نضيف، خلاص أنا الآن عرفت أن هذا عدد الطوابق 2، فنجي نعطيه number of levels يعني، فنسكر هذه نقفل هذه ونمشي للتاجز اللي موجودين هنا ونضيف تاج جديد، add tag جديد اللي هو levels. في التاجز هنا عندنا key وعندنا value، فهنا ممكن نضيف levels، وفي الليفل بشوف كم طابق عندي، يعني هنا عندي طابقين، فخلاص يعني أنا ضفت أتريبيوت جديد سميتها اللي هو الكي ليفل والفاليو 2، يعني عدد الطوابق 2. بهذه الطريقة أنا استفدت من التصوير اللي موجود في الشارع. ولو المبنى هذا مثلا هو واضح الآن مبنى سكني، فأنا في الإعدادات مسبقاً pre-defined للبيلدينج قدرت نعملها أنه أي مبنى نرسمه حيطلع أوتوماتيكياً حيطلع مبنى سكني، فأنا هنا building residential نقدر نخليها building yes، وبعدين ندير customization لحسب الحالة، يعني كان هي مدرسة أو مستشفى أو مسجد أو أي نوع من المباني. We can pre-defined the building mode to be either the value yes or another value for school, religion, amenity or any type of building. How we can do that? So we go to data, building, advanced. We can modify this one here from key building and value residential to the value we make it, for example, yes, or house, or school, or anything. But we know that most of the buildings here, they are residential, so we will keep it to save time and energy and to have sort of automation for the mapping. We will leave it as residential. As you can see here, we have the same shape.
So we can make it copy paste. So just as Windows Control C, Control V, we can replicate the same building several times since it's similar or symmetric. And this is how we use the street level imagery and mobility. We can go here, for example, we move. We are in front of this building, for example. This is exactly what we are seeing here. So it's also two levels. So here we have many ways to draw some complicated side view of the buildings. For example, we make like this. Then we add two nodes. Like this one, we move it one by one like this. And we add another attribute here, add. So it's the previous one, levels two, add. So it's two story or two levels أو مبنى من طابقين وقدرنا نعرفها عن طريق بالطريقة التقليدية عن طريق الديجيتايزنج اعتمادا على المرئيات الفضائية. المرئية الفضائية زي ما قلنا أحيانا ما تسمح لكش أنك أنت تعرف اللي هو المبنى هذا كم طابق أو شنو الاستخدام تاعه. مثلا بنضيفه مبنى على شكل بيضاوي بالطريقة هذه. كيف نرسموه في الأوبن ستريت ماب؟ هنا نقدر ناخده اللي هو الأمر draw line. هنا نقدر نرسمه الخط بالطريقة هذه، نقطة 2 3 وبعدين shift C. shift C يعمل لك كيرف، واحدة 2 3 وبعدين shift C كيرف، وهكذا ترسم بالطريقة هذه. هنا بيكون في كيرف، هذا 1 2 3 وبعدين شيفت سي وبعدين 1 2 وشيفت سي وبعدين نسكر بالطريقة هذه. هيك إلى حد ما ممكن تقريبا إني نقدر نقول إني جبت يعني الشكل قريب من الواقع، فنزيد صحح فيه شوية تصحيحات يدوية. هذا الآن موش معرف إنه هو بيلدينج، فأنا بنعرف إنه هو أد بيلدينج، والنوع متاعها مبدئيا حنسميه ريزيدنسي، وحنضيف له تاج لأن الزون يبدو إنه هو سكني ارتفاع طابقين بشكل عام المنطقة، فأنا مبدئيا عملته بالطريقة هذه. هذا كيف لو نجي مثلا اللي هنا لحوض سباحة، حوض سباحة كيف نرسمه؟ أو مثلا الجزء هذا الدائري كيف نرسمه؟ نرسمه عن طريق ان هي الداتا وإلا Alt Z، نعمل Alt Z من كيبورد ونرسم نقطتين فقط يرسم الشكل الدائري. هذا الشكل ما هوش بيلدينج. الآن لو خديتها بالطريقة هذه وشفت الاتريبيوت اللي عطولك كاتب لي هذا ريزيدنسيال بيلدينج، نو هو فعنين، فحنمسح نعمل ديليت. وي ار جوينج تو ديليت the tag where this object was predefined as a building. It's not a building, this one. It's a basin or a water body or anything else. So let's say it's a part of the basin or part of the swimming pool. So we have to add and customize. So if we go to presets, I think man-made, I think, or facilities. Facilities. Then swimming pool. Access, we have to put, is it access free or private or
you have to have a permit to access to this swimming pool. We don't know, so we keep it like this. Just at least we have now, we know that it's, this is a part of the swimming pool. احنا ارسلنا الجزء هذا كان معرف مسبقا انه هو building, لكن حذفنا سمة البيلدينج وضفنا لها سمة انه هذا جزء من حوض سباحة او جسم مائي او مرفق مائي. فرسمنا حذفنا التاج او السمة هذه وعاودنا عرفناها من البريسيتس ان هي فاسيليتي والفاسيليتي هي سويمينج بول. تمام, عاود نفس الشيء بنرسم نفس الجزئية هذه بنرسمها في البداية. انا الان قاعد لقيت عندي مازال معرف على انه هو يرسم في ارسام دائرية. كيف نطلع من الارسام الدائرية هذه؟ لازم نرجع ل اللي هو الكنترول ار, كنترول ار او الت ار عشان يرد لي الريكتانجولر. وديما قلنا نرسمه على الضلع الطويل. Always we have to choose the longest or the largest part of the building. Then we have to make some modifications. Double click here to add nodes. Then select this node and delete it. Then we have to go to delete the building residential. It's not the good one. We have to predefine from the presets as a swimming pool from the facility ledger. So swimming pool, okay. And this is now swimming pool. So we show how to draw different types of objects, how to use the street level imagery. And I think it's good if we can draw this one. We can use this advantage here. As I said, this is point one, two, three, then shift C, then close, then one, two, shift C, then close. And how, this is how to draw such a complicated or irregular shape. الأجسام أو الأشكال الغير منتظمة ممكن نرسمها بالطريقة هذه. فهذه هي building. فالآن نبدأ نعطاها البريسيتس أو نعطاها من هنا add attribute إن هي building or residential. That's it. ممكن نضيف لها إن هي two levels. Level two. Okay. So this is how to draw some irregular or complicated shapes. And this is how to use the advantage of street level imagery to know the type, the use, and the height of the building. كان في أي حد عنده أي سؤال, if there's any question about what we have showed now. إذا كان في حد حابب يعمل شير سكرين يورينا هو كيف قاعد يرسم, أو حد عنده أي سؤال, عنده مشكلة, شيء مش فاهمة على طريقة استخدام الجوزم أو الأوبن ستريت ماب بشكل عام, فمستعدين بكل سرور إن احنا نحاولوا نتعاونوا مع بعض باش نفهموا أكثر طريقة الرسم ونتعلموا وندربوا أكثر إن شاء الله. Is there any question? دكتور. يا مرحب. لدي بعض واحد السؤال برك فيما يخص أنا الآن راني نعمل على واحد منطقة هي منطقة صناعية. فيما يخص المصانع هناك حدود القطع اللي هي تمثل عبارة على حائط. في عملية الرسم وجدت بعض المتدخلين قاموا ببناء كما نقولوا رسم حدود المصنع عبارة على بوليغون, وهو من المفروض لا يكون كلوتير, يعني يكون حائط, يكون خط حائط, والداخل داخل القطعة ذيك يكون رسمة يكون أونغار.
يعني ما يكونش بوليجون، يكون بوليليني، يعني قطعة مصورة فيها سور وداخل وسطها بوليجون. البوليجون هذا كيمثل يعني أونغار أو بيلدينج، بناية. هذا فيما يخص يعني بعض، هذا سؤال يعني. هذه مهم جدا جدا، المفروض ننتبهوا ما نخلطوش ما بين اللاند يوز او ما بين الفاسيلتي ليميتس والباوندريز وما بين البوليجون اللي يمثل البيلدينج نفسها يعني. نعم، هذه مهمه جدا جدا، يا ريت كل الكونتريبيوترز والمابرز ينتبهوا ان هم لما يرسموا. طبعا احنا لما نشوف يعني، طبعا هذه عمليه الرسم، وبعدها في مرحله اللي هي مرحله مراجعه والتدقيق على التاسك مانجر، وفي فاليديشن. في الفاليديشن احنا عاده نعطف وقت كبير ونراجعوا في كل عنصر وكل خط وكل نقطة وكل نود، ونعملوا في حاجة سموها اللي هي الكونفليكت والفاليديشن، اللي هو زي ما تشوفوا الآن، شوفوا قدامكم هنا، أنا عملت ضفت بعض الأشياء ونجي الآن نعمل فاليديشن. مش عارف هل شفتوا الآن أنا عملت فاليديشن ولا اللي هي من هنا، هذا الأمر، هذا الأمر فاليديشن. لما عملت فاليديشن طلع لي warnings، يعني عندي ثلاثة تحذيرات. فكل العناصر لو أنا عملت زوم على الـ على الـ على التحذير اللي أعطيه لي، فهو قال لي أنت عندك بنفس الطريقة اللي حكيتها حضرتك توا، أنت عندك هنا يا مشكلة أن السيتي اللي هو البالم سيتي هنا يا النودز، عندك 48 نود صاير overlapping، صاير overlapping تراكب ما بين حدود الـ Identical Land Use 3، صار لها overlapping في 48 nodes. فهنا يقول لي لازم تحل الكونفليكت هذه قبل ما تمشي، قبل ما تعمل validation وقبل ما تقدم القدام يعني. فهو يعني احنا نتمنوا ان المابرز من البداية ينتبهوا ان هم يعملوا شغل نظيف زي ما قال سيد الياس الآن، ما تخلطش ما بين البوليجون وال يعني والليمت بتاع بتاع الهانجر او بتاع البيلدينج. المفروض ترسم كل حاجة وتسميها بالتاج الصحيح متاعها يعني. You have to choose the correct tag and the correct value and key for the specific object when you digitize. So, but even though we have the means and the tools to control, it take a lot of time from validators, it take a lot of effort from the team. But still we have the chance to follow up and to clean and verify to assume the quality control and the quality assurance. So when you make validation, you will have the warning about anything, the tagging, overlapping, miss of tagging. So you can solve such issue later on by the validation team. I mean, so أنا الآن هنا ما نقدرش نعمل save لين نحل البروبلم هذه. أحيانا يجي عندي مثلا هنا الكونفليكت نفس الشيء، حتى هو هادو حاجات نستعملوها حتية نشوف الكونفليكت اللي عندي. إذا كان طلع عندي كونفليكت نفس القصة، حتى هو في الكونفليكت أنا نقدر لما نعمل resolve حيطلع عندي طريقة إن إحنا كيف إذا كان في اثنين مابرز عملوا على نفس الأوبجكت وكل واحد دخل فيرجن معينة، فبعدين نقدر نقيمه ونختاره أيهما أفضل أو أيهما أدق ونحيدوا الإدخال الغير صحيح. عادة التعرض، حتى الخريطة التعرض إلى أعمال مثلا سواء كان مقصودة أو غير مقصودة، نعتبرها يعني بيانات يعني غير ذات جودة، فيتم إقصائها عن طريق الـ resolve conflict من هنا يعني. يعني don't worry about it, but thank you very much to have the attention to this point. هذه مهمة جدا جدا، إن إحنا مفروض ننتبهوا لنوع التاجز واللاينز اللي نستعمل فيها. لأنه دكتور نقاطعك سامحني، لأنه لما نروح للمرحلة تاع الطروادي تاع 3D، إذا كانت هناك قطعة مصورة يعني فيها حائط صور وداخل وسطها بناية، في الطروادي راح يكون مشكل لما تكون الحائط مديره هو عبارة على بيلدينج يعني بوليجون. صحيح، راح ما يطلعش اكزاكت يعني، هتطلع مساحة الأرض كلها كتلة واحدة وكأن مبنى. صحيح، واحد داكور، هذا هو أستاذ. المفروض يعني أي قطعة
أي بناية أو يعني سكن أو مصنع أو أي قطعة أو فندق لما يكون عنده حدود هذه تمثل يعني بحائط، لازم ندير الحدود تاع القطعة هذيك عبارة على بوليليني الخير ونمط البناية يعني بالضبط. ويسمها بارير أو فينس بارير. أو وول. أيوه. بارير، وداخل البارير راح تكون البناية بالارتفاع نتاعها بالضبط. عليك يا سلام، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. احنا قدرنا حتى في مراحل معينه قدرنا نعمله حتى للمرات احيانا يكون عندك بيلدينج واحده لكن جزء من البيلدينج 4 طوابق وجزء من البيلدينج مثلا 10 طوابق، يعني في تدريج في الارتفاعات. فحتى هو نقدروا عن طريق الكومباينيشن ان احنا نعمله مالتي بوليجون وخلوهم يطلع لي في 3D بالشكل الحقيقي، مثلا زي في تجميع الدومز او القباب على، يعني عندك قبة او صومعة دائرية راكبة على مبنى مستطيل او مربع تربيع. هذا كيف تخصمهم في الاوبن ستريت ماب؟ عندنا الامكانية احنا ان ننجوهم ونطلعوهم، ممكن في جلسة تانية نوروا الحاجات هذه، لكن اوريدي اشتغلناها وبالذات في مشروع قطر اشتغلناهم يعني 3D تفصيلي يعني بشكل كبير جدا يعني. فإذا كان في أي حد تاني عنده أي سؤال، أعتقد نحن we have already passed the time. I think Jeffrey, are you still here or you have Jeffrey? Yes, I'm still here. So what do you think about the street imagery and some tips and tricks for enhancing the digitizing through JOSM? Yeah, it's really interesting. And maybe the other small thing that you can also show is also to compare imagery. Sometimes you may be mapping with one imagery and something is not clear, but you can always compare with another imagery to make sure that you do another reference. So like I think the Azuri world imagery is also a bit good. But to be able to use it as well, sometimes you need to do like an imagery offset so that it aligns with the existing data. So that's another thing I wanted to point out, but it was nice to see how to draw the complicated shapes. Yeah, and there are several of them in Doha and Qatar. So that's something really nice to see. So thank you very much, Jeffrey. I think it was amazing converting the World Cup from football to mapping and engineering at GIS, something giving a good feeling. So yes, it was really awesome to map for the World Cup. Yeah, it's a new experience. So شكرا للجميع على مساهمتكم معنا. شعور جميل جدا جدا انك انت يعني تكون عندك عمل مرئي او ملموس او تشوف في ثمارة قدامك من خلال فقط مبادرة تطوعية عن بعد للمساهمة في بناء بنية تحتية رقمية لخريطة أساس تستعملها الكثير من التطبيقات في خدمات الموقع، وكذلك ترى هذا الشيء ملموس أمامك في مجسم ثلاثي الأبعاد بمستوى تفصيلي معقول جدا جدا ذو أهمية معقولة جدا. مشكورين جدا على كل من ساهم معنا في هذا العمل الرائع. جزيل الشكر للسيد سركيس فدعوس على رعايته وتبنيه لهذه المبادرة من بدايتها، مبادرة أوبن ستريت ماب عربيا. أخونا نور الدين العرامي من تونس أحد قدماء المتواصلين معنا بخصوص الأوبن ستريت ماب عربيا وتونسيا،
مهتم جدا بموضوع الديجيتايزنج وموضوع البيز ماب، موضوع السيج سيستم انفورماسيون جيوغرافيك في تونس. ان شاء الله يكون الماباثون في الشهور الجايه ان شاء الله يكون في تونس، شهر 1 جانيوري ان شاء الله بيكون في الجزائر، وبعدها نحاولوا واي نوت انه ما يكونش عندنا ماباثون تونس، حتى هو اسوه بباقي الدول الافريقيه. اذا كان في اي حد عنده اي تعقيب، اي حد عنده اي اضافه او اي سؤال، if there's any question, any remark or any anything, just feel free. We are here today also not to celebrate ending the final session of World Cup FIFA Marathon, but also to make the networking session, to know each other, to build for communication and collaboration. So if you don't hesitate, if you have something to say, you are welcome. مرحب بكل الحضور، و جاست اي حد حابب يضيف اي حاجه ممكن يتفضل. اذا كان ما فيش اي سؤال او اي ملاحظه، فنقدر نقول ان احنا اليوم الحمد لله وصلنا الى نهايه ماباثون او اختتام ماباثون قطر فيفا World Cup 2021. الحمد لله بنجاح. رسمنا خلال الفترة الماضية أكثر من 60,000 مبنى في الدوحة في زمن قياسي، ومستمرين إن شاء الله في إضافة تفاصيل أكثر، مش فقط في الدوحة، في جميع الدول العربية والإفريقية اللي محتاجة أن احنا نساهم في بناء خريطة الأساس بمعايير جودة عالية. فاحنا مستعدين، والمتطوعين اللي معنا كلهم متحمسين انهم يقدموا وقتهم وجهدهم من اجل التعاون لايجاد مصدر مستدام للبيانات المكانيه المفتوحه اللي تفيد جميع القطاعات العامه والخاصه والباحثين والطلبه وغيرهم. كل الناس تقدر تستفيد وتقدر تاخذ أجزاء وطبقات كبيرة من هذه البيانات، واللي تعتبر جزء من البنية التحتية المكانية الرقمية للبيانات المكانية الجغرافية. جزاكم الله كل خير، مشكورين جدا على تواجدكم معنا اليوم. Again, thank you very much. If you don't mind, we would like to have a group photo. If you are interested to open your camera, you have to take some screenshots. So I'm stop sharing. مرحبتين بكم، مشكورين جدا مرة ثانية. إذا كان في إمكانية ناخذ صورة جماعية، خلي الصوت مقلوبة، خلي أغير، نكتفي بهذا. So we are going to take it now. 1, 2, 3, smile. يا عاش من شافك سيد نور الدين، مرحبتين بك. اهلا وسهلا، ايش حوالك؟ وين الغيبه؟ وين هاني؟ والله شويه شغل شويه ظروف عائليه. نشطنا بس جيت ماب تونس. خيرك ان شاء الله ان شاء الله. تو حتى الاتحاد العربي المساحة تبنى الأوبن ستريت ماب أريبيا بشكل رسمي، معناها وفرصة معناها باش تكون في مظلة نشتغلوا تحتها إن شاء الله. بحول الله إن شاء الله نعملوا كل الجهود باش نعملوا حاجة ممتازة. مشكور على مجهوداتك إن شاء الله. الله يبارك. الحمد لله. I thank you very much and see you on in Algeria Marathon next 2 weeks إن شاء الله. And tonight we will share the link for fundraising for Commerce Community. Thank you very much, everybody. Thank you for mapping Qatar for the World Cup 2021. شكرا جزيلا للجميع. بارك الله فيكم.
Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Bye.